نبدأ بعد كده نتكلم في الجزء الثاني عن الفصل اللي هو ايه، الفصل الاول والثاني من المحاضرة اللي هو التاريخ، وبعد كده ايه ما يسمى بالتربية في مصر القديمة. نبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ المحاضرة دلوقتي. اللي فات ده كله كان دردشة، دلوقتي هبدأ المحاضرة، دلوقتي نبدأ المحاضرة. بالنسبة للتعليمات، المادة الدراسية أو المقر الدراسي موجود كله، موجود في الرابط بتاعي، موجود تكلفات وتقويم ومعاد الاختبار الأولاني، اختبار الميد تيرم هيتعمل في 10 ديسمبر في المدرج، وأنواع بعض من التكليفات، وحاجات معظم المحاضرات. أنا هدي محاضرة و89، ده كويس قوي كده. مدونة عصام دي ضيفة، دي منين بقى يا مدونة بقى؟ مش مشكلة. وبعدين ايه بنبدأ بعد كده نتكلم عن التعامل مع الطلاب. طبعا احنا ككلية التربية نتعامل معكم، التقويم لا تقلقوا منه، طريقة التدريس هقول لكم عليها، كل شيء بالنسبة لنا احنا كقسم وسط التربية سهل. اهم حاجه عندنا هي الفكر اللي هقدمه لكم، المعارف اللي هتاخدوها، ما يسمى بالاهداف المعرفيه والاهداف الوجدانيه والانشطه والحاجات دي كلها، هي دي الاهم. بالنسبه لقسم اصول التربيه ده بيتعامل مع ايه؟ بيتعامل مع، بيشوف علاقات، بيشوف اشياء كثيره، مش ماده يعني بسيطه، لا ده فكر، ثقافه. هقول الحاجات دي كلها بعد شويه بعد ما اخلص، يبقى انتم ما تقلقوش من حكايه الامتحانات. دايما يسالني الطلاب، يسالني كتير قوي قوي قوي، يسالني الامتحان هيجي ايه، مش عارف كذا ايه، مش عارف كذا ايه، مش عارف. اصبر على الحاجات دي، لو ما نخلص بس اسبوعين كده باذن الله هتلاقوا العمليه سهله، وهتلاقوا الامور مبسطه وميسره. واحنا بالنسبه لنا احنا بنقدم معرفه وبنقدم علم وبنقدم ثقافه وبنقدم فكر، يعني مش العمليه عايز ان عشان امتحنك مش كذا، لا ده ما هكون لك ازاي. هنخش في النقطه ديت بقى من اولها. يبقى انت سيبك التقويم خلاص موجود عندك في المحاضرات، مكتوبه عندك سواء محاضرات اونلاين او كده هتلاقيها موجوده، سواء في حاجات معلنه او حاجات محجوبه هتلاقي في روابط موجوده، في رابط انا عامله هنا النهارده بتاعت محاضره النهارده موجود في الاونلاين، في تحتيه كده رابط اول محاضره بتاعت الاونلاين، هتلاقي في رابط كاتبه بتقسيم العمل في نفس اليوم النهارده، ونفس النظام هيبقى كل مره نفس النظام. بالنسبه للمحاضرات المباشره، في محاضرات مباشره اللي هي الاسبوع القادم وما بعد كذا كذا، المحاضرات المباشره انا هفضل انها ما ناخذه في الاونلاين نجلس في المحاضرات المباشره، هقول ترتيب حاجات معينه، هتقيم سلسله حوارات ما بين مجموعات وبعضها في بعض النقاط، في بعض القضايا، في بعض المشكلات. المحاضره في العلوم الانسانيه ليس ترديد اقرا كتاب، انا مش اولى ابتدائي، مش ترديد كتاب، دي افكار نتحاور نتكلم، وقد عرضك قد تعارضني وقد تقول لي وكذا، لازم يكون في حوار ومشاركه جماعيه. فهنعملها طبعا بطريقه منظمه داخل المحاضرة، هنختار مثلا احنا هنخلص الفصل الالف والفصل ب والفصل ج، هنعمل ايه في المحاضرة؟ هنقول والله مين هيجي لي طالب يقول لك انا مش فاهم الجزء ده، طب دوت هيجي في امتحان ازاي، هي كذا. طيب النقطه دي نطلع منها قضيه ازاي، واقول لكم الحاجات دي بعدين. كلامي قد يكون فيه صعوبه في الاول، لكن بعد التعامل معي هتلاقوا انها ماده سهله، والتعامل كلهم في، انا بدرس الماده اكثر من 30 سنه، فالطلاب كلهم بيبقوا سعداء بالماده ديت. ده بالنسبه لي. نبدا بقى خلاص، احنا خلصنا 10 دقائق الاولانيه اللي هي ما يسمى دردشه، نبدا بعد كده ناخد الجزء الاولاني من المحاضره اللي هي ايه، بنتكلم عن تمهيد لبرنامج الدبلوم العام لاعداد المعلم. كليه التربيه كليه تعد الطالب لمهنه التعليم، كليه الطب تعد الطالب لمهنه انه يكون طبيبا، وبتديله بعض معارف معينه عشان تخليه طبيب يتعامل مع الجسم البشري ازاي، تدي له فارماكولوجي وتدي له فيسيولوجي وتدي له باثولوجي، كل الحاجات دي كلها ازاي يوظف ده كله، هي دي كليه الطب. نفس النظام هتلاقي هندسه نفس النظام كده، فاحنا كليه التربيه عندنا بتعد الطالب لمهنه معلم، فبتكسبك حاجات.
اي بتعد الطالب اللي هو انت الطالب المعلم، انت طالب دلوقتي وهتبقى معلم بعد كده. طب انت داخل مكان ما هتعلم من عنده 5 سنين او عنده 10 سنين، يعني بما اختصار عشان نتكلم بطريقه علميه كويسه قوي، هيتعامل مع طالب، هيتعلم تلميذ او طفل مثلا مرحله رياض اطفال او مرحله طفوله مبكره او مرحله طفوله متوسطه او مرحله طفوله متاخره او مرحله مراهقه مبكره او مرحله مراهقه متاخره او مرحله الشباب اللي ممكن هيشتغل في الجامعه او اساس جامعه كده، هيتعامل مع شباب وكبار او بيدي برامج في تعليم في ايه برامج ايه تعليم كبار او بيدي برامج غير نظاميه. فهنا دلوقتي انت بتتعامل مع من يكسبك المعارف والمهارات المطلوبة للتعامل مع من حكس من هو ده بقى محمود بطرس كوهين، اتعامل معاه ازاي، ايه خصائص النمو النفسي عنده، ايه خصائصه، النمو المعرفي والعقلي والوجداني والنفس حركي، كل الحاجات دي لازم اعرفها، خصائص النمو لازم اعرفها. ما يجيش طالب تلميذ عندي 4 سنين او 5 سنين وقعده على الدكة حاطط ايديه على وسطه كده، حاطط ايديه كده مربع ايديه، ما ينفعش، ما يقدرش، ده لازم يكون متحرك لان عضلاته تتحرك. ما ادوش المحاضره تعدي 10 دقائق وربع ساعه، صعبه، ما يقدرش يستوعبها. ما ادهالوش كلها كلام، لازم فيها انشطه، فيها حركه، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا. فكل ايه مرحله عمريه محتاجه كيفيه التعامل معها. مين هيكسبك الحاجات دي؟ ده قسم علم النفس، قسم الصحه النفسيه. قسم الصحه النفسيه بالكليه بيدي لك هذه المعارف، بيدي لك خصائص النمو لكل مرحله عمريه وتطبيقات عليها، وبدي لك بعض الامراض المرتبطه، الولد بيقرأ ضوافره، الولد عنده اكتئاب، الولد عنده قلق، الولد عنده تلوث لا ارادي، الولد ما عندوش تحصيل دراسي، كل دي بيديها لك قسم ايه؟ الصحه النفسيه. ماشي، هو بيدي لك الحاجات دي وبيديها لطفل، الطفل دوت هيتعامل مع من؟ عايز يتعامل مع ماده، هتدي له ماده معرفيه معينه او ماده اكاديميه او مهنيه، هديها له ازاي؟ كيف اقدم له هذه المعرفه؟ يبقى من يعلم؟ كيف اتعلم؟ هتعلم ازاي؟ هديله الرياضه ازاي؟ ابقى 4 سنين. هديله كيمياء ازاي؟ بتاع التاريخ هديله ازاي وهو 6 سنين او 8 سنين؟ كيف؟ فده قسم المناهج وطرق التدريس بيدي لك مهارات وكيفيه التعامل معهم. على سبيل المثال لا الحصر، لما بعلم الولد الرياضه في المرحله الاولانيه بعلمه الجمع قبل الطرح، الضرب قبل القسمه. ده جت منين الكلام دي؟ دي تجارب علميه اتعملت، عشان كده هنخش بعد كده هي التربيه علم ولا مش علم؟ في تجارب اتعملت بحيث ان بنبني هذا الايه الطريقه المتتاليه كده. بالنسبه للتاريخ هديله التاريخ ازاي؟ هديله التاريخ ازاي؟ 8 سنين او 10 سنين او 12 سنه هديله ازاي؟ ما انا ممكن اديله نفس المعلومه طفل 8 سنين وهديله المعلومه نفس المعلومه عمنا الاربر، او هديله عن مثلا عمرو بن العاص، او هديله عن صلاح الدين، او هديله مثلا عن مصطفى كامل او كده، هديها له برضه في ثانويه. بس هنا الكم اللي بياخده اللي بيتناسب مع عقله وفهمه يختلف عن هنا. وبالتالي لما بديها له في المراحل الاوليه بديها له في صوره مبسطه بتبقى حوالي 8 تسطر 10 تسطر اللي هو 4 5 6 سنين في صوره كمان ميزه في هذا يعني يعني رحمة على صلاح الدين عما تعامل مع أم بتدور على ابنها وكذا وكذا، صورة حاجة صغيرة حروف كبيرة عشان عيني الولد، حروف كبيرة ممكن أحط فيها ألوان، أحط الصور، أحط كذا وأحط كذا. فدي هتبقى هنا التاريخ. لكن ده في تاني سنة في تالتة أولى إعدادي أو تاني إعدادي هيبقى مرة بطريقة تانية، أما أقدم التاريخ بطريقة تانية زي الصراع مثلا صراع معاوية وعلي بن أبي طالب هديه بطريقة تانية. لما ادخل ثانوي هديها بطريقه ثانيه وزي الادله التاريخيه، لما ادي بعد كده هدي بطريقه ثالثه. مثلا ايه اللي يهمني الموضوع كله؟ هقول ساعتها ايه ماذا يهمني من هذا الموضوع اللي بتقوله ده كله؟ الصراع ده كله ايه يهمه؟ اللي كانت مشكله في فكره الخلافه، من يحكم او النظام السياسي؟ هل كان في نظام سياسي ولا لا؟ ادي القصه. يبقى انا ما اجيش انا وانا عندي 25 سنه 30 سنه اتكلم على قضيه بقى لها 1400 سنه الناس بتتخانق مع بعض او كذا او كذا وكذا. لا، انا بشوف الخلاصه الموضوع ايه. يبقى هنا حسب مراحل النمو والنضج بتاع الانسان بنبدا احنا نتكلم نتعامل مع الماده المعرفيه اللي بقدمها للطالب. طيب بعد ما اديله الماده المعرفيه اللي بقدمها للطالب، طبعا الكيمياء والفيزيكس والحاجات دي كلها، اصلا كلمه قسم علمي الكيمياء والفيزيكس دي تحتاج اكتر الى المعامل. انا كنت في كليه علميه كانت 40% الامتحان اللي هو العملي، ال 60% تحليلي و 40% عملي، فدي لازم تخش معمل، مش هديهولك هنا في ورقه في كراسه،
ارسم لي التجربه. لا ما ينفعش الكلام ده. لا الكليه تعمل لنا، انا بعلمك العلوم التجريبيه، العلوم التجريبيه اتعامل بيها سحاحه وتعامل مع كذا، بتعامل مع كذا سكر رنانه، تعامل مع دائره كهربيه كذا، تعمل كذا وكذا. ادي بالنسبه لي. فهنا العلمي، العلمي الاقسام العلميه، او لو انا هدرس كيمياء او هدرس فيزياء او هدرس بيولوجي او هدرس كذا، يبقى انا هنا في اللحظه دي طريقه التدريس تختلف عن طريقه التدريس بالنسبه لو انا هدرس فلسفه انت عندكم، او مد او علم اجتماع وكذا. صحيح كلهم يشملهم ما يسمى بالمنهج العلمي، لكن هنا في فنيات في تدريس دي غير دي غير دي غير دي، وفي فنيات في تدريس دي لمرحله عمريه كذا عن كذا عن كذا. نخلص من كده ان قسم المناهج وطول التدريس بيكسبك مهارات ومعارف ومعلومات، وبيدربك في عن طريق ما يسمى بالتدريس المصغر في كيف اتعامل مع الطلاب، كيف اقدم الماده الدراسيه، باي كم، باي قدر، وبالتالي هيتبني عليها ما يسمى التقويم. لما اجي اعمل ما يسمى الاختبارات التحصيليه او الاختبارات ايا كانت الاختبارات، فهنا ايه؟ هيتبني عليها، ودي من هكسبك بيها قسم قوي جدا في قسم في قسم في كليه التربيه اسمه علم النفس التربوي. هيديك ما يسمى نظريات التعلم، ومش عارف الفرق بين التعلم والتعليم، والمواقف التربويه والمواقف التعليميه، كلام كتير هيقوله لكم كتير، والقدرات العقليه والذكاء، ويجيب لك حاجات توا ويدرس لك مدارس متعدده. ديت بالنسبه للعلم النفس التربوي، يعلمك ازاي تقيم الطالب او تديله درجته او تحط امتحان. العمليه كلها مش ايه؟ فرد صدر، ولا العمليه كلها يعني ايه؟ ان انا خلاص قريت كتاب اديب احط امتحان منه. ودي طبعا تدل على ان فرق كبير قوي بين خريج كليه التربيه كمعلم واي خريج اي قسم تاني كليه اخرى. قد يكون الكليه الاخرى عنده معلومات اكتر، لكن كيفيه تقديم المعلومه والتعامل مع الطفل ومراعاه النمو النفسي او تطور النمو النفسي، دي تختلف من ده عن ده. وبالتالي معلم كليه التربيه اللي خريج كليه التربيه اللي درس علوم انسانيه، قصدي نفسيه، واللي درس علوم كذا ودرس علوم كذا، لما يتعامل مع الطالب مش هيفرح قوي لما بيديله 40 صفحه 50 صفحه. ده الولد خلص 40 صفحه دولت، ده الولد حفظ، احنا مش حكايه حفظ ولا كذا، ولا الولد عمل كذا، لا ماشي. عقله يستحمل قد ايه؟ كيف يكتسب المعلومه دي؟ كيف يتترجم عنده؟ كيف كذا وكيف كذا؟ اعرفه المجرد ولا الاول، ولا اعرفه المحسوس الاول؟ اعرف كذا. الحاجات دي اعرفها منين؟ دي جماعه بتوع ايه؟ الصحه النفسيه مع قسم المناهج مع بتوع طول التدريس بيدوا لك، او طول التدريس بيدوا لك ازاي اتعامل مع التلميذ في المرحله العمريه ديت، وازاي اقدم له المعرفه باي شكل واي كميه واي نوع. خلاص على كده؟ هحط امتحانات هتبقى ايه؟ مناسبه برضو لطبيعه الماده وطبيعه المرحله العمريه وطبيعه كذا وطبيعه كذا وطبيعه كذا، ماشي. وبالتالي في انا ليا حاجه خارج شويه عن المحاضره والحاجات دي، ان انا ما بؤمنش قوي بحكايه الاختبارات الموضوعيه في العلوم الانسانيه اللي هي اللي بيسموها الام اس كيو او بيسموها صح وغلط والحاجات دي كلها، وانا خريج كليه علميه. ليه؟ لان حتى العلوم الطبيعيه نفسها مش يقينيه، فيها الى حد ما مراجعات. وبدي مثالين معروفين مشهورين جدا، ولو كان فيهم حد هنا في كليه علوم مشهورين جدا. كان زمان بيقال عن ان الخليه الاوليه تتحول الى خليه ثانويه، بروتوزوا الى ميتازوا، وبالتالي خليه تبقى اوليه تتحول الى خليه متخصصه في صوره خليه شعر، عين، عظم، فليش، اي حاجه كده، ماشي، وخلاص. وتكتب في الامتحان كده، نكتب في الامتحان كده الخليه الاوليه تتحول الى خليه كذا وخلاص. جه ولا شاب عالمين في 1986 عكسوها، خدوا خليه متخصصه وحولوها لخليه اوليه، ثم عادوا عادوها مره ثانيه تقصيبها وحولوها الى النعجه دولي، فعمل حك معجزتين في وقت واحد. بالنسبه للكائنات الحيه التكاثر فيها جنسي، هو عمل تكاثر لا جنسي. بالنسبه للخليه المتخصصه تحول لخليه اوليه، دي كانت مستحيله، لا اتعملت عن طريق حط الماده في 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 وسط الماده الغذائيه او الخليه دي في وسط غذائي فقير مع ومضات كهربيه ومغناطيسيه، ادت الى انها تحولت لخليه اوليه ثم عادها تاني في تقسيمها وعمل لها النعجه دولي. يعني باختصار ان مفيش يقين حتى في علم الطبيعي يقين تام. ما قاله نيوتن، جه اينشتاين في الفيزياء قال شيء تاني خالص.
تخلي بالنسبيه، عامل النسبيه العامه والنسبيه الخاصه. وكمان قال حاجه نقضه بعد كده ستيفن هوكينج، اللي هي ايه؟ لما قال لك حكايه ايه؟ الكون ثابت. قال لك لا، الكون مش ثابت، الكون بيتلت. فان حتى في العلوم الطبيعيه بيحصل فيه نوع من المراجعات، المراجعات والتعديل والتقدم حسب تقدم الاكتشافات، حسب تقدم الاجهزه والتقنيه، حسب تقدم كذا، حسب تقدم كذا، بيحصل تغيير. فان حتى العلوم الطبيعيه صعب جدا ان انا ادي صح الا في حدود ضيقه زي علم البيولوجيا كده. القلب مكون من 3 لـ4 غرفات بالنسبه لمثلا الكائنات اللي هي كذا، من غرفتين كذا 3 ايا كان هي. في بعض حاجات العلوم الانسانيه بقى اصعب اصعب. انا بتكلم عن دلوقتي التاريخ، لسه بنتكلم عنها دلوقتي، هتاخد وقت كبير. التاريخ اصعب، ما يحدث في انتخابات اليومين دول، ما يحدث مثلا كذا، ما يحدث في قضيه العرب صراع اسرائيلي، ما يحدث مثلا في قضيه اي قضيه من القضايا، ماشي؟ الحاجات دي هتلاقي فيها رؤى متعدده واختلافات وجهه نظر وفلاسفه، وده ليه مشكله البطاله عشان ما نخشش في مشكله. هي اسبابها ايه؟ هل عيب في الشخص؟ ولا عيب في النظام؟ ولا عيب في المجتمع؟ ولا عيب ده اسباب عالميه؟ ولا اسباب اقليميه؟ ولا اسباب محليه؟ ولا اسباب موضوعات كتير. التطرف هل هو راجع لمجتمع؟ ولا راجع للعالم؟ ولا راجع للفرد نفسه؟ ولا راجع لتربيته؟ ولا كده؟ هتلاقي فيه اراء وهو. ودي حلاوه العلوم الانسانيه وايه؟ وجمالها ان فيها رؤى مختلفه. فيها راي وراي اخر وكذا، لانه بيبص كل منهم بيبص لزاويه. وحسب ما بيمسك الزاويه بيشرحها وبيفسرها وبيحللها، وبالتالي لما يشرحها ويفسرها ويحللها قد تكون رؤيته غير هذا غير هذا غير هذا، لكن الرؤى كلها ممكن تكتمل. ما هي ودي ليها مثال واضح قوي. لو جابوا 6 عميان دخلوهم بغرفه مغلقه مظلمه وكانوا حاطين فيها حيوان الفيل، وقال لك اوصف لنا كل واحد يوصف. فطبعا اللي مسك الرجل قال لك دي جزع نخله ضخم، والتاني اللي مسك الودن قال لك هذه مروحه كبيره، واللي مسك مش عارف ايه هذا حيوان ضخم، اللي مسك الزلومه، اللي مسك الناب هذا حيوان صلب. كل واحد مش مخطئ صائب، بس هو بص من زاويه معينه. وهذه بالتالي دي طبيعه العلوم الانسانيه. نبدا بعد كده، احنا اتكلمنا ان احنا بنعامل من؟ التلميذ. كيف نعامله؟ نديله المعرفه كذا. كيف ايه؟ نشوف اصل التعلم عنده واصل التعليم عنده ازاي؟ بنعمل كذا اختبارات ونعلمه الاختبارات كذا وكذا وكذا. نيجي بعد كده جزء مهم جدا في المعلم، التكوين الثقافي للمعلم. تكوين الثقافي، انا هشتغل معلم، انا مش داخل هنا يعني على صاله مسرح ان انا اقعد ملقن للطالب، ولكن للتلميذ، قصدي للجمهور، هلقن للطالب معلومات وكذا، ما اقعد في بيتي. وكل واحد ياخد الكتاب يحفظه. الكلام ده فاضي، ما ينفعش الكلام ده. انت في حاجه اسمه التكوين الثقافي للمعلم. المعلم ده رائد، المعلم ده بيشكل التلميذ، ده بياخده من بيته، من عند والدته، من عند امه، من عند اسرته، وعند كده، بيعيد عقليا ونفسيا ووجدانيا عشان ما طلعش جارح، عشان ما طلعش كذا، بيؤمن بقضيه وطن ولا عنده انتماء، عنده ولاء، عنده كذا، عنده كذا. مين بيدي لك التكوين الثقافي للمعلم؟ في قسمين في الكليه مؤسسين اول الحاجات دي كلها، اللي هو قسم اصول التربيه بيديك فلسفه التربيه اللي هي الغايه من التربيه. انا بعمل تربيه ليه اصلا؟ انا عامل نظام التربيه ليه؟ ايه الغايه من التربيه؟ ايه الهدف منه؟ الحاجه الثانيه بيديه لك برضه في صوره مثلا تاريخ التربيه، التطور، العقاب والثواب، تطور المدارس، تطور كذا، بدي كذا، تجارب الشعوب الاخرى في موضوع معين. لو شعب معين زي الشعب الاسبرتي، علم الولاد في معسكرات وخلوهم مجيشهم وعملوا كذا وكذا وكذا، وفيهم قسوه وفيهم كذا وكذا، هيطلع لي نوعيه غير نوعيه الاثيني. ده فنان وشاعر وفيلسوف وكذا، وده مقاتل. يبقى حتى نمط التربيه نفسه بيدي لي ايه؟ افراد مختلفين عن بعضه وعن بعض. فانا بستفيد من تجارب الامم الاخرى، استفيد من تجارب مثلا في العلوم في القرن الحديث، التربيه اللي قائمه على العنصريه اللي كان عملها في المانيا النازيه 1940، التربيه اللي قايمه على كذا العرق او كذا او كذا او كذا، هيدي لي نمط من البشر غير ده غير ده غير ده. فالاستفاده من تاريخ التربيه عبر العصور، استفاده من تاريخ التربيه الموجوده وتاريخ التعليم. بجيب مثال واضح جدا، الاهتمام بالمعارف العلميه ولا الاهتمام بالمعارف النظريه، احنا هنجدها عند الفيلسوف افلاطون اليونان. يعني كان بيهتم بيدي للمعارف الفلسفيه المكانه الاعلى
فوق المعارف الاخرى، وبالتالي كان بيقول ان اللي يحكم البلد هو من الفلاسفه وكذا وكذا، ودي ادى الى اهمال المعارف العلميه لفتره معينه، في حين الفراعنه كانوا بيهتموا بالمعارف العلميه مصر القديمه. فهنا انتهت هذه العدوى لاوروبا في القرون الوسطى، اهتمام بالمعارف النظريه البحته، ثم انتقلت لنا حتى لما جينا لنا النظام التعليمي، وبالتالي اجد كتير قوي في امتحانات الثانويه العامه عندنا امتحان الكيمياء والفيزياء والبيولوجي نظري مش عملي، ما بيخشش معمل ويشتغل عليه ويعمل تجارب، ما بعلموش حتى ما يسمى بالايه؟ بان انا بتعامل مع العلوم التجريبيه بطريقه ايه؟ بطريقه ايه؟ المعامل والمختبرات والحاجات دي كلها. ما هو يمسك لك الكتاب يحفظه، ممكن يحفظ لك الكمبيوتر نفسه كان بيحفظوهم كده، يقعد يحفظ لك البتاع ويجي يكتبه في الامتحان، لا ده لازم يضرب صوابعه، لازم يضرب صوابعه ولازم يشوف كذا ولازم يشوف كذا ولازم يشوف كذا. ده بالنسبه اللي بنستفيد من كده. طبعا العلم الاجتماع التربوي عندنا كمجال علم الاجتماع التربوي، التعامل ما بين المعلم والمعلم، المعلم والتلميذ، التلميذ والمعلم، المدرسه والمؤسسه التربويه الاعلى الاداره العليا بتاعتها، الاداره التعليميه ومن الاداره للوزاره، المؤسسه التعليميه ككل مع المؤسسات الاخرى في المجتمع، العلاقات ديت وبناء القوه والتوازن والحاجات دي كلها، والثقافه دي بتكسبها لازم معلم يعرفها. انا هخش فصل في البدو قبيله وقبيله وكذا وكذا، لابد اعرف اتعامل مع دي ازاي واتعامل مع دي ازاي واتعامل مع دي ازاي، ما بقاش ان ايه ان انا ملقن اخش ادي المحاضره وامشي ويجي الطالب يجري ورايا، انا الامتحان جاي فين؟ طب اسطب لي والنبي صفحتين، طب زط لي صفحتين، طب اعمل لي ملخص. ده لا ده هدر بالتعليم وهدر بالمعرفه وهدر. فالمعلم برضو كدوره في المجتمع او دوره علم اجتماع التربيه وبيقدمه كويس مصير التربيه، بيقدم لك علم اجتماع تاني، فبيديه لك ازاي يتعامل مع كذا، وازاي الثقافه، الثقافه والثقافه العامه والثقافه الخصوصيه وثقافه كذا وثقافه كذا. وابدا بعد كده ممكن طالب يسالني في المحاضره يعني ايه عولمه؟ اقول له ايه؟ اقول له انا معاك فيزياء؟ اروح اقرا كتابين في الشارع واروح اقرا في الويكيبيديا؟ على فكره الويكيبيديا ديت من اخطر ما يمكن في المعرفه. اقول له ايه؟ يبقى انت لازم تقرا وتثقف. يبقى هنا المعلم عنده مكتبه في بيته، انا لو جبت اللابتوب ودخلت الكاميرا عند الاوضه دي كلها مكتبه، العشمية دي كلها مكتبه، اكتر من اربع خمس مكتبات. لازم معلم، لازم معلم، مش عشان هو تخصصه كذا ماليش دعوه بالباقي، انا بتكلم عن المعلم، بتكلم عن المعلم. المعلم لابد يكون عنده تكوين ثقافي. مين بيعدوا التكوين الثقافي؟ قسم سوء التربيه، وبالاضافه لقسم التربيه المقارنه والاداره التعليميه، بيعلموه كيفيه اداره الصف واداره الوقت، ميزانيه الوقت، وازاي يحسبوا الحاجات دي، وازاي يبقى مسرف فصل ومسرف دور ومسرف كذا. دي حاجات بالنسبه لايه؟ للتكوين الثقافي للمعلم. طبعا البعض يقول لك التكوين الثقافي برضه اللغه العربيه، الكمبيوتر، الانجليزي، ماشي، كلها تكوينات، ماشي. ادي بالنسبه لي ايه للتكوين الثقافي المعلم، ودي بتقوم به قسم اصول التربيه والتربيه المقارنه والاداره التعليميه، كيف يعلم اللي هي قسم المناهج، من يعلم، الصحه النفسيه، طب اقاوم الاختبارات التحصيليه والموضوعيه، وايه انسب امتحان اختبار لولد عنده سنتين او ولد عنده 10، ايه انسب انسب طريقه في امتحان طالب اشوف ايه المعرفه اللي خدها لولد عنده ما يسمى ايه مثلا في شعبة علمية أو شعبة إنسانية. هقول بقى منصوفة المعلومات اللي هي معلومات قابلة للنقل، كل المهارات كذا، هتلاقي حاجات كتيرة مكتوبة. فهنا إيه دي مفروضة بتعلموها في كلية التربية جامعة عين شمس، وبالتالي هنا بيطلع هنا معلم، معلم، معلم رياضة، مش هيبقى خريج هندسة وهيدرس رياضة أو علوم يدرس رياضة، معلم بيولوجي أو معلم كذا، معلم فلسفة، معلم كذا، مش معلم كذا، ماشي. ان بياخد المعرفه بيوظفها لصالح الطالب حسب مراحل عمره، مراحل عمره وحسب طبيعه الماده وحسب الغرض منها. ده بالنسبه لي ده تمهيد عام انا بقوله في كل محاضره، بس كنت بضيفه صفحه يعني مره كامله كده، محاضره كامله، واعمل حوارات مع الطلاب لما بقابل الطلاب في الدبلوم العام، واقول لهم حتى الاقسام ديت وتداخل الباب ده كليه من الخلف او من الامام او كذا او كذا وكذا، هتلاقي القسم ده في الحته الفلانيه اساتذته كذا. ولازم تفتخر ان في كليه التربيه جامعه عين شمس خرج منها الدكتور الكوسي، خرج منها الدكتور مثلا صلاح بخيمر صحه نفسيه، خرج منها الدكتور في قسم المناهج صابر سليم، او مثلا الدكتور اساتذه كبار عملوا كان بصماته في العلم كبيره، خرج منها مثلا في قسم اصول التربيه الدكتوره فتوح رضوان
والدكتور سعيد اسماعيل علي وسعد مرسي، دكاتره كبار وكده بصماتهم موجوده، ومنهم من اخذ جوائز دوله. فهي ديت ايه كليه؟ دولت مسؤولين كلهم عن ما يسمى ببناء البشر، منهم محمد عمار صاحب كتاب بناء البشر ماشي، قسم اصول التربيه. هتلاقي في كل قسم الاقسام الناس علماء، احنا بنتكلم يعني جزء من مناخ الكليه، اساتذتها القدام، اساتذتها الحاليين، اقسامها، ومفروض التفاعل ما بين الاقسام بينهم وبعضهم، يبقى في بحوث مشتركه في كذا وفي كذا وفي كذا. ده بالنسبه لي اللي اتكلمنا عن التمهيد لبرنامج الدبلوم العام. انتوا اسمكم برنامج الدبلوم العام الصباحي، نظام العام الواحد، وفي طبعا نظام العامين اللي هم مدرسين، وفي اونلاين هو نفسهم النظام العام الواحد، وده بيعدك لمهنه معلم بالطريقه التتبعيه. خريج كليه عندك معارف معينه، بتاخد المعارف المهنيه والتربويه في كل التربيه في حدود سنه او سنتين او ثلاثه زي ما تيجي. ادي بالنسبه لي الكلية. نبدأ نتكلم بعد كده، احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو بنقول عليه، نتكلم بقى عن دراسة التاريخ اللي هو الفصل الاولاني اللي كان المفروض نشرحه الاسبوع الماضي، بس عشان المولد النبي كل سنة طيبين ما حضرناهوش، وكنا بيتكلم عن دراسة التاريخ والبحث التاريخي. عشان نخش في الفصل دوت لازم نبدأ بالترتيب. نحب نتكلم حاجه بالترتيب من العام للخاص، ترتيب العناصر، ترتيب كذا، ترتيب كذا، ما تبقاش عاملها داخله ببعضها كده تلخبط الطالب حتى. يعني بنتكلم عن ايه؟ التاريخ، ايه هو التاريخ؟ ايه هو التاريخ؟ انا عايز اعرف. طبعا انتوا علوم انسانيه، انتوا الاربع شعب علوم انسانيه، دارسين الحاجات دي وفاهمينها. ماشي؟ يا ريت كنت دارس لجماعه علميين كنت يعني اضفتهم كتير، فانتوا عارفين يعني. التاريخ هو التاريخ هو ايه؟ علم الزمان. باختصار. علم الزمان الذي يتقاطع مع المكان، المكان اللي هو الجغرافيا، علم الجغرافيا. علم الزمان الذي يتقاطع مع مكان في وجود افراد فاعلون متفاعلون بيشكلون ما يسمى بالحدث التاريخي. حدث تاريخي حصل معين، وهبقى اجيب امثله توضيحيه. حدث تاريخي حصل معين، حرب 73 ده حدث تاريخي. اول مدرسه للفتيات في مصر 1880 حدث تاريخي. اول وعد اول ايه تاني في التاريخ؟ علم التاريخ حاجات كتير. ادخال المواد جامعه الايه؟ جامعه الايه اللي النهارده اسمها جامعه القاهره، قبل كده كان اسمها فؤاد، قبل كده كانت اسمها الجامعه الاهليه. اول جامعه كانت سنه كام؟ بسبب ايه؟ طبعا ذكرها كفايه، ذكرها كده بس لا، ده تاريخ خاص علم موجود ولازم يدور عليه في صوره وثيقه او فرمان او ايا كان يكون موجود معايا كده ماشي. ده لكن هل هي كده؟ مين القوة اللي احنا بقى ايه القوة اللي وراها؟ ليه طلع دي النهارده؟ ليه عملت مدارس فتاة؟ ليه التعليم الفني ظهر في طنطا اللي هي مدرسة الصرافة أيام فترة معينة؟ وإيه أسباب؟ وهل الأسباب دي محلية ولا إقليمية ولا دولية؟ أسباب محلية وإقليمية ودولية. ودي هنا مشكلة اللي إيه؟ إن أنا في الأونلاين إن في موبايلات هتتصل، فأنا أي حد عنده موبايل يقفله. ماشي؟ اي حد عنده موبايل يقفله. فهنا دلوقتي يعني هو طبعا الموبايل بيخرجنا عن اطار كذا، وهو المفروض نقفله خالص، نعمله صامت عشان طبعا انتوا كلكم معذورين. تقول لك احنا داخلين الكليه عشان ناخد الايه؟ نتعلم. فاحنا مش انا واحنا كبار في السن يعني، اللي عنده متطلبات معينه معيشيه، متطلبات في عمل، متطلبات مع اولاده، متطلبات مع الاسره، متطلبات كذا. انا عايز اروح الكليه اخلص الجزء بتاعي بتاع العلم بتاعي واروح البيت اقضي حياتي، لكن اقعد في البيت اخلص دي. فبرضه من ضمن الحاجات يعني ايه اللي ممكن الطلب يقولها، يقول لك احنا كبار في السن. لكن عموما احنا دي تطور في يعني عمليه تطوريه في التدريس، ان احنا ندرس عن طريق اونلاين تحسبا لاي ظروف. واحنا بندرس الاونلاين او المباشر هدفنا الاصلي انت الطالب اللي قدامي ده. طبعا انا مش شايفكم لكن ممكن اشوفكم، بس الطالب اللي قدامي ده ماشي. فهنا دلوقتي بالنسبه لايه التاريخ، يعني اول مدرسه الفتيات في مصر امتى؟ طب كذا امتى؟ طب اول ادخال المواد العلميه امتى؟ طب اول انشاء لكذا امتى؟ طب اول لكذا، ده تاريخ. ايه اللي وراه بقى؟ ايه اللي خلانا انشاناه؟ ايه اللي خلاه ظهرت الحاجه اليه؟ هو ده بقى اللي احنا بنبحث فيه. يبقى هنا لو احنا قلنا الجغرافيا عباره عن المسرح، التاريخ هم اللاعبين الاساسيين.
اذا قلنا الفلسفه قلت فيكم ناس من قسم الفلسفه ام العلوم، البعض يدعي ان التاريخ ابو العلوم، وبالتالي مهم جدا التاريخ. هقول لكم ليه عده اهميات. وكان بيدرس في الجامعات المصريه قديما زمان حاجه اسمه تاريخ العلم، مهم جدا التاريخ، بنشوف الحاجه وتطورها، تطور العلوم، تطور كذا، تطور كذا، تطور كذا. مش شرط التاريخ القديم أسوأ من الحديث او الحديث احسن من القديم، لا ملهاش علاقه، بس بنعرف دي ظهرت امتى ودي تحولت امتى ودي كانت مدرسه كذا وبعد كذا ليه، وايه سبب تحويل المدرسه اللي في شبرا الخيمه او شبرا البلد اللي هي كانت مدرسه معهد صغير سنتين زراعي اتحول ليه 4 سنوات، ايه السبب؟ احنا عارفين السبب، المزارات 71 او 72 وكذا وكذا. هتلاقي فيه قوة فاعلة متفاعلة بتشكل حدث تاريخي وبتغير الحوادث وكده. ده اللي يهمنا، ده اللي يهمنا جدا، القوة دي والحاجات اللي ورا الحدث. اما الحدث الظاهر كده مش يعرفني شيء. لو قلت على سبيل المثال قد تكون خروج من المحاضرة، مش خروج محاضرة بس انتوا عارفينه، هل بريطانيا العظمى جابت اساطيلها عشان تحتل مصر عشان حمار روع عرباجي مصري تخانق مع واحد مالتي، الراجل مشاه في الاسكندريه طول اليوم وبعدين اداله ما ادالوش قرش وشتمه، فجيه شتمه العرباجي شتمه فالتاني ضربه يعني عمل له اغمية قتل وحصل عركه ما بين المالطيين والمصريين، هتيجي بريطانيا العظمى هتيجي هنا عشان تخش عشان المشكله ديت؟ لا طبعا، دي سذاجه. ولو بصيت للعمليه دي كده يبقى ساذج، يبقى انسان ساذج. لا، انا بص للاحداث العالميه، المسرح العالمي ككل، لان بريطانيا ساعتها كانت بتمد سيطرتها على كل دول العالم ايام العصر الفكتوري، معروفه عند ماجلان، عند مضيق ماجلان، عند مش عارف الفوكلاند، عند كذا، عند كذا، عند كذا، عند راس الرجاء الصالح 1869 دخلوا حرب الهولنديين اللي هم البوير اللي موجودين في ناميبيا او يسموها ناميبيا دلوقتي، ودخلوا احتلوا جنوب افريقيا، ودول بيض ودول بيض ومش عارف الهند وهذا وهذا. فعايز المبررات الدوليه تحت ايده، مش ان المالتي اتخانق مع الثاني واتعامل كده. الحواديت اللي هي ايه بنسميها حواديت ساذجه، يعني ايه ما تصدقش حاجه، زي المثل اللي كان زمان يتقال، انت اللي انت الديب لما كان بيتخانق مع المين مع الغنم بيقول له انت مضايقني، ده انت عقرت عليا الميه، قال له ده انا تحت وانت فوق، قال له يا سيدي ابوك قتل ابويا السنه اللي فاتت. يعني اي تلكيك واي تحجه. فديت انا معلش انا بدرس التاريخ بطريقه حواديت حكاوي، اذا ما يتقريش كده، هي دي طعامته وهي دي جماله، ما تقريش كده، مش اقرا معايا الاهم ثم ما ينفعش الكلام ده بالنسبه لعلم التاريخ، لازم اقولها بصوره حدوته بسيطه كده وكذا. ده بالنسبه لي. يبقى هنا الحدث التاريخي اتكلمناه، احنا قلنا اصل دراسه الحدث التاريخي مهم. يبقى التاريخ علم الزمان الذي تتقاطع مع مكان في وجود افراد فاعلون متفاعلون بشكل ما يسمى الحدث التاريخي، هم دول الافراد هم شكل حدث معين، سمى الحدث ايا كان الحدث ايه هو كده. انشاء المدرسه السنيه بتاعت الفتيات سنه 1880 ايام الخديوي، او ما كانش خديوي طبعا، كان اول خديوي اظن توفيق بتهيألي اسماعيل، ايام اسماعيل او يمكن خديوي اسماعيل، ايام خديوي اسماعيل 1880 اول انشاء لمدرسه فتيات في مصر. ده بالنسبه لي علم التاريخ كلمناه. طيب هل احنا قلنا نقطه التاريخ هو وعلم، وما دام اي علم وانت في جامعه، انت في جامعه بتتعلم دوائر المعرفه دائره العلم ومنهجها، يبقى ليها منهج، وهنشرح المنهج بتاعها دلوقتي. اي دايره علميه، علم الفلسفه، الاجتماع، التاريخ، ايا كان في العلوم الانسانيه او العلوم الطبيعيه، لازم لها منهج. العلوم الطبيعيه لها المنهج العلمي، وان كان برضه ايه في تباينات برضه في ايه في استخدام المنهج العلمي عندهم. فهنا لازم ندرس في جامعه دائره المعرفه واركانها واصنافها كذا، ثم نتكلم عن المنهج ايه اللي بيكون بيدرسه وهنشرحه دلوقتي. موجود في طبعا عندكم الكتاب موجود اسمه تاريخ التربيه، موجود وفي مراجع كتير بكتبها لكم كتير، وفي اللي هنقوله في المحاضرات والمحاورات في اللقاء المباشر والحاجات دي كلها. ده بالنسبه لي علم التاريخ. طيب هل ليه اهميه دراسه التاريخ؟ ولا ملوش لازمه نلغيه؟ نوفر ورق ونوفر كتب ونوفر كذا، هل في امه بلا تاريخ؟ ده سؤال نساله، انا بكلمكم عشان انتوا كبار، مش في كي جي 1 وكي جي 2. هل في امه بلا تاريخ؟ انسان بلا ظل
أما بالهوية، ما الهوية اللي قالها طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر قال إيه؟ اللي هو عبارة عن إيه؟ تاريخ ودين ولغة، ضفيرة داخلة ببعضها بتشكل لي إيه؟ الهوية بتاعتي، الهوية الإسرائيلية، الهوية المصرية، الهوية الأوروبية الغربية، الهوية الشرقية، الهوية بتشكل لي هوية. هشيل منها عنصر أرميه في الشارع؟ ماليش دعوة بيه خالص، أنا ماليش دعوة بالتاريخ. لا، ده حتى تاريخ علمي مهم. وأقول لكم ليه تاريخ علمي مهم. في المحاضرات القادمة في المباشرة أقول لكم ليه تاريخ العلم مهم. لأن الإنسان اللي بيشتغل حتى في العلم الطبيعي ابن ثقافته وابن بيئته وابن كذا وابن كذا، بس أنتوا ما بتكونش لو في شعبة حد هنا واخد علمي أشرح له كذا حاجة جت من إيه؟ من ثقافة بعض العلماء وأضافوها للعلم. على الأقل هقول لك نيوتن نفسه. نيوتن نفسه قبل ما يدخل ويعمل المعادلات الثلاثة بتاعته واشتغل في ابحاثه اللي عملها، اول ما بحث في ايه؟ بحث بطريقه ايه؟ انه كان عايز يعرف المعرفه عن طريق ربط الرقم بالايه؟ بالكلمه، يعني اعمالا هي الف دي كان رقم واحد في الايه؟ في الابجديه، عندي رقم كذا، ليه اللعبه دي كانت بيعملوها ايه؟ في جماعه اليهود او اللي هم كانوا ينتموا للديانه اليهوديه في القرون الوسطى والحاجات دي، ورمز الكتابه مرتبطه بالرقم، لما اشوفهم اطلع منه كذا ممكن اطلع منه. كانوا عايشين الحاجات دي كلها لغايه ما جه وكسروا الحاجات دي كلها بالمنهج التجريبي والمنهج العلمي والحاجات دي كلها. فهنا يعني التاريخ العلمي ده بيفيدنا حتى ان الامور كانت ايه وايه، وبيفيدنا كمان ان الانسان ابن ثقافته وابن بيئته. ما اقدرش اعزل التاريخ، فاهميه التاريخ مهمه، أهمية دراسة التاريخ مهمة بصفة عامة لتكوين الهوية المجتمعية، هوية مجتمع. وتلاقي الأيرلندي شديد جدا في طلبه لاستقلاله، هتلاقي الألماني بيتباهى بلغته، هتلاقي الفرنسي مرة كان في مؤتمر من المؤتمرات وما كلموش الفرنسي، الوزير احتاج وتأمشي. بقى كل الأوروبيين، لا أنا لغتي، الياباني، الصيني، اليابان نفسها الصين، بتبعت لي منتجاتها كلها مكتوبة بالصيني والياباني. ساعات تكتب بالإنجليزي عشان التسويق، لكن بتكتبها كده. حتى الكمبيوتر عندهم باليابان باللغه بتاعتهم، اللغه الايه؟ زي اللغه الهيروغليفيه، اللغه المصوره. كل واحد بيهتم بتاريخه ولغته ومجتمعه وابطاله الاسطوريين وكذا. ليه؟ لان انا بتكلم عن بناء بصر. بناء بصر، انا مش بعمل حاجه علب بلاستيك بطلعها، ده بناء بصر. بصر بني ادم هيطلع يشيل حضاره ويساعد ويكافح ويناضل ويحارب تحت العلم ويعمل كذا ويشوف الاخر بيعمل ايه وانطور مجتمعه. فانا بطور لازم يكون عنده هويه، والهويه لازم فيها التاريخ مهم جدا جدا. فدي اهميه دراسه التاريخ. طيب اهميه دراسه التاريخ بالنسبه للمعلم ايه بقى؟ دي بتركها للطلاب، هي موجوده في الكتاب، بس انا وانا كل محاضره هقول اثنين ثلاثه زياده، واقول لك دور بنفسك في النت، دور بنفسك في كذا، وممكن من الحوارات تكتشف حاجه. واحنا هنتحاور في المحاضره، محاضرتنا على فكره محاورات اكثر من انها تلقين. معلش انا المره دي انا بدي تلقين لسبب خاص، ان المحاضره الاولانيه ما اتلغت ولازم ادي اخلص جزء النهارده على بعضه، لكن في محاضراتنا ازمه عايمه على التلقين، على الحوار والمشاركه وسعه النطاق بيني وبينك وبين كذا، ونبدا نتكلم ودي نقف عندها، وطلبه تشارك في الماده الدراسيه وعرضها اللي بيسموها لعب ادوار زي ما يسموها بقى، والحاجات التصنيفات اللي بيقولها دي. فهنا مهم جدا، مهم جدا دراسه التاريخ بالنسبه للمعلم. هتلاقيها موجوده في الكتاب اللي موجود معاك، وهو كتاب، هو زي ده الكتاب بتاعك بتاع زمان ملون اهو، كان شكله جميل اهو، وهتلاقيه دلوقتي ازرق الله اعلم. وفي كتب غيره كتير، تطور الفكر التربوي لسعد مرسي الله يرحمه، تاريخ التربيه والتعليم دكتور سعيد اسماعيل وسعد مرسي، تاريخ التعليم الحديث في مصر انا والدكتور الشيخ العباس حلمي الله يرحمه، تاريخ التربيه والتعليم الدكتور عادل الشيخ والدكتور عادل السكري وانا، التربيه عبر العصور الدكتور عبد الله، الدكتور عبد الدايم، عبد الله عبد الدايم. يعني ممكن اقول لك مثلا 700 تعليميه في الدول الاخرى برضه، هذه التجربه الاقتصاديه مره الا في دور سياق ثقافي وظروف ثقافيه ولدت هذا النظام التعليمي. كل طالب ينزل على حسب الموضوع، يطلع له توبكس معينه، عناصر معينه، ويكتبه لي ويعمل لي المنهج الدراسي بتاعه. اشتكوني يقول لك احنا عايزين الكتاب في ايدنا عشان اسهل لنا، بقول لهم كانوا طلبه كبار عايزين الكتاب في ايدي كده اسهل لي، انا لسه هنزل المكتبه ولسه هشوف المرجع ولسه كده. حتى لو قلت في نت برضه هيبقى نفس الايه؟ الايه؟ نفس الكلام ما يتقال هذا الكلام. فهنا دلوقتي اهميه دراسه تاريخ التربيه بالنسبه للمعلم ساتركها للطالب. هتلاقي هنا موجوده، هتلاقي عندي انا هنا عاملها اهميه دراسه تاريخ التربيه، بس ده الكتاب القديم، اصل في كذا عدد كتاب. هتلاقي
هتلاقي في حاجات، وبعدين احنا هنضيف من نفسنا وتكتب انت من نفسك، ودي هي معلومه هامه اهو، انت تكتب ما فهمته وقراته جيدا باسلوبك، مش تحفظ لي الحاجه وتكتبها، وممكن تضيف وممكن تحذف اللي انا قايله بس بطريقه علميه، مش كلام اي كلام وخلاص، لا كلام موزون علميا. ادي بالنسبه لي الاهميه الدراسه اللي اختربيه بالنسبه للمعلم. ماشي، نبدا نقول حاجه تانية ودي مهمه جدا جدا، اللي هي ايه؟ ايه الفرق بين التاريخ وتاريخ التربيه؟ هل الماده دي ممكن يدرسها لك قسم تاريخ في كليه الاداب؟ اه ممكن يدرسها، بس يدرسها ازاي؟ ايه ايه الفرق بينهم؟ وازاي امسك كتب واطلع منها تاريخ التربيه او تاريخ التعليم؟ ازاي؟ اعملها ازاي؟ طبعا الفرق بينهم هقول مثال واحد فقط لا غير، الفرق بيننا وبينهم بتوع علم التاريخ دراسه التاريخ بتوع تاريخ التربيه المجال التطبيقي بتاعها، بالعلم اجتماع واجتماع التربيه المجال التطبيقي بتاعها، الفلسفه وفلسفه التربيه. لو على سبيل المثال وعندي كتاب انا كنت بكتب فيه دلوقتي عن ايه تجربه محمد علي التعليميه، مسكت الكتاب كده اهوت الجبر، استخدمت طبعا مصدر كويس، وقريت وقال الجبرتي، وقال الجبرتي عندما جاء الفرنساوية بقيادة بونابرتا هاج العالم وماج. بتاع علم التاريخ هيقول هو ده قالها الجبرتي، وينقد الوثيقة من الداخل وينقد الوثيقة من الخارج ويعمل كذا وقالها امتى وكذا وكذا، دي تخصه. انا يخصني بتاع تربية كلمة اللي قالها بقى مين؟ اهي العالم، العالم، العالم اللي قالها. هو كان في مدارس ساعتها ايه نظره الطلبه للعالم من ناحيه جغرافيه؟ هل كان بترسم خريطه؟ هل كان في مدارس ابتدائيه مراحل متعدده؟ هل في كذا؟ هل في كذا؟ هل في كذا؟ ادي ادي الفرق بيني وبين بتاع تاريخ التربيه. ما استغرقش قوي في شغله، ما استغرقش قوي في شغله. هبدا انا اعمل ايه؟ اشوف ما يخص المجال بتاعي، وبالتالي هتجد هنا ايه؟ تاريخ الموضه، تاريخ العسكريه، تاريخ مش عارف كذا، تاريخ الحروب، تاريخ مش عارف العلوم، تاريخ كذا، تاريخ كذا، هتلاقي فيه كذا انواع من التاريخ، تاريخ عام ثم بقى تحتيه تاريخ كذا وتاريخ التربيه، تاريخ كذا، تاريخ الصناعه، تاريخ كذا، تاريخ كذا، ماشي؟ فاحنا هنا بنهتم بيه تاريخ التربيه ما يخص بالمنظومه التربويه اللي تبدا بالمنظومه بتاعتي اللي بحب اشتغل بيها باستمرار، اسهل لي في التعامل مع الماده اللي هي ايه؟ الهدف من التربيه ووظيفتها، ثم مراحل التربيه، ثم وساطة التربيه، ثم المعارف اللي بتقدم للولاد، ثم التقويم، ثم طول التدريس واساليبه وكذا وكذا. ودي هنقولها كل اسبوع، وهن في كل فصل من الفصول هنشوف نفك الحاجه دي. برضو ادي بالنسبه لي الفرق بين تاريخ التربيه وتاريخ التعليم او تاريخ التربيه وعلم التاريخ، ادي كده. طب نمسك علم التاريخ بقى عشان نشتغل الاول بصوره عامه قبل ما نخش بقى في المصفات والحاجات دي كلها. في جزء انا نسيت اقوله لكم عليه، ان لازم نهتم قوي، احنا اتكلمنا عن دراسه التاريخ والبحث التاريخي، تمهيد لبرنامج الدبلوم العام من يعلم ما كيف يعلم التكوين الثقافي المعلم، التربيه علم او مجال، التربيه علم ام فن، دي مهمه جدا. اجزاء كتيره من المحاضره الاوليه في التقابل مع الطلاب، اجزاء كتير من محاضراتنا مش بالضروره جايه في الامتحان، بتديك تمهيد، بتخليك تعرف الماده، بتعيش معاها، بتتكيف معاها، تفهمها عشان نفهمها، لان موادنا في العلوم الانسانيه قائمه اكتر على الفهم. انا بقول كده عشان انا اصلا علوم طبيعيه، علوم انسانيه قائمه اكتر على الفهم والتاويل، دي معناها كذا ولا كذا، ماشي؟ بجد الثانيه واضحه شويه كده. فهنا التربيه، التربيه هي التربيه علم ولا مجال؟ انا لسه قايل من شويه قلت ايه؟ ان التكوين الثقافي المعلم مين بيكونه؟ قسم اصول التربيه واداره التعليميه بيكونكم عن طريق مجالات القسم المختلفه. مجال فلسفه التربيه تعلم المعلم الغايه من التربيه ايه؟ انا بعلم ليه اصلا؟ وطبعا بعلمه اقتصادات التعليم وكذا عشان الاستراتيجيه والمخطط والحاجات دي والتدريس والحاجات دي، ماشي؟ الغايه مجال تاريخ التربيه، مجال مثلا اجتماع التربيه، مجال كذا، مجال كذا، مجال كذا، مثلا مجال الاداره التربويه، مجال كذا، دي مجالات، مجالات، وكل مجال ليه منهجه الخاصه. لكن هنقول في علم اسمه علم التربيه كده، علم الوزارة كده، المشكله غلط، لان بتعامل مع جزيئات، لان داخل في علم نفس،
داخل فيها اصول اداريه، داخل فيها اصول سياسيه، داخل فيها اصول اجتماعيه، داخل فيها اصول فلسفيه، داخل فيها اصول تاريخيه، داخل فيها اصول اقتصاديه، داخل فيها كذا دينيه، داخل كذا كذا اصلا. وده ليه منهج وده ليه منهج وده ليه منهج وده ليه قضايا وده ليه قضايا وده ليه قضايا وده بيهتم بكذا وده بيهتم بكذا وده بيهتم بكذا. خدت في مجال زي الطب، هي مجال زي الطب بيطبق فيه نتائج العلوم الاخرى. ما توصلت اليه هي بتاع علم السياسه او علم الاداره، افضل نظام ايه؟ يقول لك النظام الديمقراطي. اطبق ديمقراطيه التعليم في المدرسه، هبحث بقى في النظام الديمقراطي اوله ايه واخره ايه ومين عمله كده، ماليش دعوه بالقصه كلها. مثلا اشوف النتائج اقيسها ازاي كده، يا بتاع السياسه كيف تقاوم سياسه، تقاوم السياسه بحسب نتائجها. ماشي، الكلام بقى اللي بيتقال بقى في هنا واللي هنا واللي هنا، الكلام اللي هو مرسل مش دقيق مش كده. فانا باخد نتائج العلوم دي واطبقها عندي في مجال التربيه، حتى باخد العلوم الطبيعيه اللي هو ايه، زي مثال ايه، العلم الفسيولوجي. العلم الفسيولوجي يقول لك التآزر البصري العصبي للولد بيكتمل في سن 6 سنين. التآزر البصري العصبي للولد بيكتمل في سن 6 سنين. يبقى انا ما بمسكش الولد الألم وعنده 3 سنين، ولو مسك الألم وكتب ما قلتش عليه عبقري. وطبعا مستحيل، ان لو شفت بالأشعة شكل العظام ساعتها ما تقدرش الولد يمسك الألم اللي انت عايزه. وبالتالي كان زمان في كان بيتعاملوا مع التربيه بلا علميه شويه كده، وحاجات تقليديه متقلدينها زمان، كانوا بيضربونا على ضوافرنا لما كنا نكتب الشمال. طب انا ايسر اصلا، لازم تكتب اليمين بالعافيه، لازم تكتب اليمين بالعافيه وتمسك القلم. وامسك القلم ليه؟ امسك القلم عنده 4 سنين ليه؟ 5 سنين ليه؟ ايه الغرض بالمسك القلم يعني؟ الولد سنه يلعب، مهنه الطفل ساعتها اللعب. فهنا علم الفسيولوجي قال لك ممنوع تمسك الولد يمسك القلم في السن دوت. تغيير حاجات بقى مرتبطه بالصحه والخاطر والحاجات دي كلها، ان ممكن مثلا 4 سنين وثلاث سنين قلم سنه حامي يخبط في عين اللي جنبه بتاع. على فكره مش في مصر بس، انا رحت بلد برضه دخلت معرض من المعارض، لقيت منزلين الاطفال صغيرين اقلام يرسموا بيها الحاجات اللي موجوده، لقيت الاقلام كلها خشب ولها سنون. فقلت لها ايه، جبت البس بتاعتهم، فقلت لها يعني دي ممكن تعور اللي جنبه. طب ايه الحل؟ قلت لها جيب قلم شمع، قلم شمع ومدوره قدامه قصيره قصيره بحجم معين، لا يبلعها ولا ايه يعور اللي جنبه. فيعني لازم نراعي الحاجات دي، ده بالنسبه للاطفال. فهنا ده هنا اللي احنا بنتكلم عنه، ان ايه التربيه بنستفيد من علم الفسيولوجي، بنستفيد من علم النفس، بنستفيد من علم النفس بيسبب في ايه؟ ان انا اعرف ان الايه، وانت فيكم الناس هنا علم نفس، بنعرف ان ايه؟ المحسوس. الطفل في سن معينه ما يعرفش. الطفل في سن معينه ما عندوش فكر مجرد. ما تقدرش تقول له ملاك وشيطان وعنده 4 سنين 3 سنين، يعني ايه ملاك وشيطان؟ هيردده زي البغبغان. لكن ما يفهمش مدلوله. ما يفهموش اصلا، هيفهمه ازاي؟ وبالتالي لو كان بيفهمه كويس هيفهم مفهوم المكان والزمان. مفهوم الحياه والموت. ده الواحد لو ابوه مات ساعتها ولا حاجه بعد شهر بينسى، ما يفهمش القصه دي اصلا. ومفهوم المكان ده، امه تبقى ماسكه في ايده مكلبشه فيه وهي نازله السوق، بالمناسبه في السوق جنب هنا، مش السوق عشان يشوف البلاصه دي، ماسكه في الولد كده، لانه ايه لو فلت من ايدها الولد ما عندوش مفهوم المكان، فممكن يشرد ما تجيبوش تاني. فهنا برضو ايه، بنعلم المحسوس قبل المجرد حسب المرحله العمريه وكذا وكذا وكذا. بنستفيد من علم النفس، واستفاد من علم النفس ايه، حكايه ايه، ان الولد في السن الصغيره جسمه متحرك، عضلاته وخلاياه بتتم وكذا، ما يقعدش متكتف، ما تقعدوش على كرسي واطي، ما تعملش كذا، لازم تخليه يتحرك، ويا ريت تشيل الكراسي خالص تحط ارض كذا. ماشي، ده بالنسبه ليه، بنعلم الحاجات دي. المفروض هنا بتستفيد من علم النفس، المفاهيم ما عرفوش ما يسمى بالبحث العلمي وهو 6 سنين 7 سنين. وانا شفتها مره في مدرسه مدارس، وبعدين قال لي ايه، انا عامله بحث علمي وخليت الولاد يعملوا بحث علمي. عملت ايه يا ماما؟ قالت لي عملت ايه، خليته عمل لي البركان وكذا. قلت له يعني يعرف يعني ايه بركان؟ انت اصلا مش علمي، تعرف يعني كلمه بركان واصله ايه؟ قالت ما هو جابت لون احمر وكذا. اعطيني ايه لون احمر؟ جبت منين كلمه لون احمر؟ انت بتعملوا ايه؟ قالت انا خريجه رياضه اطفال. رحت كلمت الاستاذ بتاعهم، كان عميد كان كبير ده، قلت له يا استاذنا هل تعلم الاولاد كده؟ تعلم الاولاد كده؟ وعلمهم السياسه وعنده 4 سنين.
تعلم السياسه في 4 سنين، دبلوم صندوق واجيب حبر بس مش مضر ويعلم ويمضي. ماشي، يبقى في امريكا النظام بتاعهم كده دلوقتي، نظام الحبر السري. يعني الخلاصه ان احنا ايه يعني، بالنسبه لي بنستفيد من العلوم الاخرى، نتائج العلوم الاخرى بنستفيد من علم الاداره، ازاي ندير فصل، ازاي ندير، نحسب ميزانيه وقت. زي ما انا بحسب ميزانيه وقت، ببص الوقت على الساعه واحده الا خمسه، ان انا بعد دقيقتين هقفل المايك وهبدا واحده وخمسه اللي هو مصر الفرعونيه. ماشي، لازم احسب انا فلتت مني 5 دقايق، انا حاسس انها فلت مني 5 دقايق بس خلاص نعوضها. فهنا ايه، ازاي احسب الوقت، ازاي ادير فصل، ازاي ادير مدرسه، ازاي ادير كذا، ازاي ادير كذا. طيب ايه تاني؟ كتير قوي من ضمن الايه المعارف الاخرى، قصدي الدول المعرفيه الاخرى بنستفيد بيها مجال التربيه. فالتربيه مجال وليس علم قائم ذاته، مجال زي الطب. الطب فيه ايه؟ باثولوجي، علم الايه الامراض، فارماكولوجي، ايه تاني؟ هيستولوجي، تاني ايه؟ في عده علم الانسجه وعلم كذا وعلم كذا. الولد بيدرسه بيطبقهم في الاخر لما بيتعامل مع مريض. وبالتالي غريبه جدا الناس تنزل الصيدلي مش دارسها، تقول له النبي ايه، انا عندي شويه كحه اديني دواء كذا. ده صيدلي دارس حاجات معينه بس مش كل حاجه، هو مش تخصصه يطلع طبيب. مش هديله دوره تدريبيه يبقى خلص على كده. لا، عشان كده احنا ايه، لازم ندي الحاجه حقها عشان ندي لطلابنا او للعلم حقه. ده بالنسبه لي بالنسبه للتربيه، علم يعني مجال كبير واسع بيطبق فيه نتائج العلوم الاخرى بتطبق عندنا. ولما كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره اللي هي مهدنا لبرنامج الدبلوم العام لاعداد المعلم، ان هو اعداد تتابعي. تحدثنا بصوره سريعه عن من يعلم وكيف يعلم، ثم تكلمنا بالتفصيل شويه عن التكوين الثقافي للمعلم، ثم اتكلمنا عن التربيه كعلم او مجال. فالتربيه علم ولا مجال؟ هي مجال تطبيقي، مجال تطبيقي، تطبيقي يطبق فيه نتائج العلوم الاخرى. طب هي علم ولا فن؟ هي تشمل الاثنين، طريقه التدريس وكذا وكذا، لكن هي علم طبعا. مش انا قلت ازاي اعلم الولد الحساب الجمع قبل الطرح؟ جبتها منين؟ اكيد عمل بطاريات اختبار. جامعه بتوع علم الصلباوي عملوا الذاكره الطويله والذاكره القصيره، عملوها ازاي؟ جامعه بتوع علم الصلباوي بيعملوا الحاجات دي كلها، فعندهم بطاريات اختبار وكذا. وبعدين تحدثنا بعد كده عن المقصود بدائره علم التاريخ، وهي دائره من دوائر العلوم الانسانيه، ودائره مهمه وليها اهميه في الهويه لاي مجتمع، ودائره التاريخ. وكلمنا المقصود بتاريخ التربيه، وبعدين اتكلمنا عن اهميه دراسه تاريخ التربيه بالنسبه للمعلم وتركتها للطلاب، تركتها للطلاب. نبدا نتكلم بعد كده محددات لدراسة التاريخ. وانا بدرس التاريخ دي سريعا كده بنقولها، دي سريعا بنقولها، بنقولها سريعا، يعني مش بالضروره تيجي في امتحان، او مش شرط كل حاجه تيجي في امتحان، مش شرط اللي قلته كله النهارده يجي في امتحان، مش شرط ادي لك 10 محاضرات كلها جايه في امتحان. في حاجه بتدي، بتفهمك خارطه الطريق، بتفهمك معالمه، بتفهمك ازاي افهم العلاقات ببعضها وبعضها، ازاي اربطها، كيف افهم، كيف اقرا، كيف كذا، مش ان انا هحفظ واردد كلام. وبالتالي في حاجات تدي لك يعني ايه ما يسمى بالمناخ العام للماده، المناخ العام لكذا، يعني بيسموها المناخ. بالنسبه للمحاضرات التاريخ بقولها سريعا، التاريخ هو علم الحدث المتفرد، وانا قلت اول مدرسه لتعليم الفتيات في مصر امتى؟ اول جامعه اهليه. يبقى علم الحدث المتفرد هو التاريخ. الحاجة الثانية بالنسبة لعلم التاريخ، التاريخ قايم على الفهم والتفسير، يعني مش فاهم، مش فهم فقط لا غير، ولا تفسير فقط لا غير، لا، قايم على الاثنين مع بعض، الفهم والتفسير. ماشي، هو مش تفسير، ما هو ديت الكرسي اتكسرت رجله عشان مش عارف كانت اتخلعت من كذا، الثلاجة خسرت عشان مش عارف حصل فيها، ده ممكن اعمل، ده قايم كمان على الفهم والتأويل. انا جبت مثال بريطانيا العظمى، جيت احتلت مصر، جبت مثال الولاد اللي عملوا في حاجات كتير في التعليم، مش مجالها دلوقتي نتكلم فيه. فهو التاريخ قايم على ايه؟ الفهم والتأويل. ايه تاني؟ علم التاريخ، تفرد الحدث التاريخي، الذاتيه والموضوعيه في التاريخ.
دي مهمه جدا في العلوم الانسانيه ككل، وانتم بتوع العلوم الانسانيه فاهمين ما هو المقصود بالذاتيه والموضوعيه. ماشي، الموضوع تمام، الموضوع نفسه الذاتيه ان انا ادخل بتفسير او تحليل، استقبل جزء او شيء جزء او كذا، زي ما اشوف حدث تاريخي خليه على الكوره. يعني امبارح كان في هيصه كبيره قوي عشان الزمالك فاز، لو الزمالك بيلعب الاهلي وتلاقي واحد اهلاوي بالناحيه واحد زملكاوي بالناحيه، وده شاف الكوره جت، ده الحكم لا، ده الحكم ما عملها غلط، ده الحكم عملها صح، كل واحد بيشوف من حسب زاويته ومن حسب مصالحه ومن حسب اهدافه ومن حسب كذا كل دي. ودي بالتالي في العلوم الانسانيه فيها الذاتيه غلبة اكتر من الموضوعيه، لكن احنا بنتحكم فيها، لابد نتحكم بالذاتيه، ان انا اقول الراي والاراء الاخرى في داخل الدائره بتاعتي. لو انا منتمي لفكر الف يبقى من رايي والاراء الاخرى وما اخبيش واكون صريح، من اول شيء اكون موضوعي في الذاتيه اعلن نفسي انني انتمي لفكر كذا كذا كذا. هحل مشكله اقتصاديه اقول انا انتمي لفكر كذا، الشركه الفابيه او الشركه كذا او كذا وكذا وكذا، اقول عشان معروف لي ادواتي وتفسيراتي وتحليلاتي للموضوع ده. ده بالنسبه ليه، بالنسبه ليه دي معيار رفع ايدها ما اعرفش ليه، دي بالنسبه ليه للذاتيه والموضوعيه. وبعدين طبعا الكتاب كاتب حاجه قد اكون انا مش راضي عنها شويه او راضي عنها حغيري، اللي هي حكايه التاريخ تاريخ بنا اجتماعيه. يعني مش اصل التاريخ تاريخ، اصل هو كان زمان يطلق على التاريخ اللي هو تاريخ القاده، تاريخ الكذا، تاريخ الابطال العظماء، تاريخ الملوك، تاريخ كذا كذا. قال لك بنيه اجتماعيه، المجتمعات وهي بتنمي بتتطور، البنيه الاجتماعيه دي بتولد بتطلع لي تاريخ. يعني ساعتها يقول لك نابليون مش هو بطل، دي اللي حصل في اوروبا ساعتها والراسماليه ظهرت وكذا وكذا وطبقه برجوازيه و و و طلعت نخبه معينه خرج منها نابليون ابن النخبه ابن كذا. فسواء اسمه نابليون اسمه مش عارف كذا اسمه كذا اسمه كذا لازم هيخرج كذا. ماشي، ادي بالنسبه لمحدده اساسيه في دراسه التاريخ. اخر حاجه في الفصل الاولاني بتاع الاسبوع اللي فات، يبقى كده خلصنا المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات قبل ما اتكلم عن مصر الفرعونيه، واديكم راحه. اخر حاجه في الفصل اللي هو ايه، منهج البحث التاريخي، وهتلاقيه موجود عندكم ماشي بخطوات معينه. الاول اللي تجميع، لازم تجمع طبعا، اول حاجه تجمع ايه، البحث على الوثائق، اهم حاجه الوثائق، لان احنا قلنا التاريخ هو علم الايه، الوثيقه، التاريخ علم الوثيقه، وبالتالي لما يجي يتكلم يقول لك اي شيء يقول لك لا فين الوثيقه، هات لي الوثيقه في ايدي كده، خدت الوثيقه ماشي اشوفها انقضها حسب النقد الخارجي، ارتبطها بالعصر وارتبطها خطها ولونها وكذا وكذا، والنقد الداخلي مكوناتها من جوه، وبعدين بعد ما اكونها اعمل ايه، اعمل ايه، بكون يعني بعد ما بنفضها داخليا وخارجيا، واهم حاجه النقد الداخلي بتاعها على فكره، اهم حاجه النقد الداخلي ماشي، وليها خطوات معينه هتلاقيها في صفحه 11، خطوات معينه النقد الداخلي. بعد كده ايه، استعاده الوقائع، عايز بقى، ودي عشان كده من ضمن العلوم الصعبه علم التاريخ والجميله علم التاريخ، بستعيد الوقائع. يعني انا هقول دلوقتي كده، انا هكتب مصر الفرعونيه، عايز اتخيل من الحاجات اللي موجوده اللي جمعتها دي كلها، اكون لي شكل الحياه ساعتها شكلها ايه، ونظام التعليم الشكل السياسي والشكل الاجتماعي والشكل الاقتصادي ونوع التعليم والمعارف المقدمه، دي صعبه. وشكل التاني اللي بيشتغل في علم التاريخ ده بيبقى صعب وبيتعب، بيتعب جدا، عشان اكتب فصل 10 صفحات ولا 15 صفحه، يعني خدت مراجع اساسيه بتاعت سليم حسن بتاعت الحمله الفرنسيه واللي كتبوه الاغربيين اكتر من 100، من غير ما اقرا حد مصري 100 ساعه، صعبه صعبه. ولازم تكون عندك درايه بعلم السياسه، ولازم تكون عندك درايه بعلم الاقتصاد، ولازم تكون عندك درايه بالدين، ولازم تكون عندك درايه بحاجات كتير عشان تكتب السطر ده او القاعده. الموضوع مش ايه، مش اي واحد يمسك الكتاب ويكتبه واحطه على اللابتوب واحطه على كذا واعمل له اسهم وداخله بعضها. مين قال لك الاسهم دي صح اصلا؟ مين قال لك ان ديت قبل ديت ودي بعد دي؟ مين قال الكلام ده؟ العلوم الانسانيه مش كده. العلوم الانسانيه زي البحر بيخبط بعض كده، بيطلع منه حاجات ويطلع منه كذا ويطلع يستوعب منه كذا وكذا، مش بالطريقه اللي احنا بنتعامل معاها فيها كده، الطريقه الساذجه اللي بنتعامل بيها، ان اعمل شرط ورق كده احطه على الحيطه ونجمه ومثلث ومربع وكذا وكذا، لا، العلم الانساني مش كده، هي مع الفكر، فهم، تأويل، تفسير، تحليل والاقتناع والتحيز. انا متحيز للثقافه العربيه، انا متحيز للثقافه الفرعونيه، متحيز، انا متحيز، ما تقوليش متحيز ليه؟ متحيز.
ما تقولش السومري متحيز ليه، ما تقولش الغربي متحيز ليه، ما تقولش هو متحيز لثقافتي. ابني بيئتي، هو انا الانسان عشان اتكون في بيئه معينه بصارع، وبقى عشان اصارع الحاجات دي كلها بصارع من خلال مين؟ من خلال قوه موجوده، ومن خلال ناس موجودين هم اللي تخليني صارعت. اللغه والعادات والتقاليد والديانه والانظمه والحاجات دي كلها بتشكل لي الفرنسي، بتشكل لي اليهودي الاسرائيلي، بتشكل لي الهندي، بتشكل لي الياباني، هي اللي بتشكلهولي، بتشكلهولي وبتشكل لي حاجات ضد العلم. يعني البعض يفتكر ان العالم الغربي ده كله متعلمين وعلماء وكل كلامه مفيش فيه خرافات، فيه خرافات، فيه خرافات. على سبيل المثال قالها لنا وزير قبل كده صحه سابق ان في اليابان ما بيعملوش نقل اعضاء، لان الديانه الشنتويه البوذيه الشنتويه ما بيؤمنوش اصلا، بيؤمنوا ان الروح بتنقل في الجسم 3 ايام، ما بيقدروش ينقل الايه العضو وبعد 3 ايام يعفن. وبالتالي يقول لك ايه ده، انت ما تركبش الاتوبيس والميكروباص اللي يحط لك حاجه في مناخيرك، ياخد العيال ياخد قلب يديله واحد تاني في ساعتها. يعني انا مش عارف، يعني المناخ العلمي في مصر ده بقى غريب قوي قوي. عشان كده في سؤال كاتبه انا في عامل مستند اسئله، في اسئله ابتكاريه، ان احنا ليه المصري القديم كان بيهتم بالعلم ويحرص عليه ودلوقتي ان احنا ما بنهتمش بيه قوي. انا دي راجعه للانسجه واحلل واشوف العيله دي والعيله دي. يعني عشان الواحد ينقل واحد زميل عشان ياخد جزء من شريحه كبد قعد مثلا 6 اشهر لما ادور على الشريحه اللي تناسبه والانسجه اللي تناسبه، ده بقى هاخد البتاع مقطع ومخلص ومخلص واعمل، ممكن بيعملوا بكده ولا حاجه بتاع الكبابجيه. لكن ايه، ففي حاجات كتير في حياتنا فيها خرافات، وفي حاجات كده ما تعقلش ما تتبلعش يعني بالنسبه لكذا. ده بالنسبه ليه اتكلمنا عن النقد الداخلي والنقد الخارجي، وكلمنا كذا والذاتيه والتاريخيه، الذاتيه والموضوعيه. الذاتيه والموضوعيه لازم الذاتيه موجوده، لازم تكون ذاتيه موجوده، بس احرص عليها اعلن عنها. وطبعا بتبان الذاتيه في التحيز لبعض الاراء، التحيز لبعض الامم، التحيز لبعض العادات والتقاليد، التحيز لبعض العقائد وكذا، التحيز لبعض المذاهب. بتحيز، انا بتحيز الفكر سين خلاص، وببقى معجب قوي بابطاله او مسمون رموزه، ومعجب قوي بكتاباتهم واجيب كتبهم واحفظهم وكذا. مش مشكله انك تتحيز، بس توضح نفسك ان انت متحيز او كذا. فالذاتيه في العلوم الانسانيه عاليه شويه عن العلوم الطبيعيه، فالذاتيه. وبالتالي حتى دراسه التاريخ مشكله معضله، معضله فعلا، عشان التحيز ده، التحيز والذاتيه اللي فيه ذات الذاتيه الزايده دي في ذاتيه مفرطه. يعني اذا كنا نقول بالنسبه للعلوم الانسانيه الاقتصاد اقرب للعلم شويه، لان بيتعامل مع الرقم الى حد ما، والرقم ممكن نلعب عليه، لكن التاريخ فيه تحيز عالي. لان انا دلوقتي اقول ايه، هي دلوقتي الدوله الفلانيه اتنشات سنه كذا، يقول لك ده انا كنت من زمان. ايه الدليل؟ ما عنديش دليل، عندي كتاب بيقول ان الارض بتاعتي. ماشي، الكتاب ده مش مهم بيه اصلا، هتفرض عليا حاجات كتير. وكمان لما بيجي يشكلوا الحوادث، يشكلوا الحوادث. كانت في تجربه بقولها في المحاضره المباشره، تجربه عملتها مع طلبه، عملناها فعلا تجربه مفهومه. ومسكنا كتاب تاريخ لاحدى الدول وحللناه ووزناه وزن نسبي، ومسكنا كل عدد صفحاته تاريخ تربيه، وده مكتوب في ايه وده مكتوب في ايه وده مكتوب في ايه وده مكتوب في ايه وده مكتوب في ايه، والعصر الموجوده جواها. عشان كده تعرف ان هم بيشكلوا الناس ووجدانهم وتاريخهم وقلبهم وصراعاتهم، ومين عدوه ومين صديقه. ده عدوي ده صديقي، ما فيهاش اصلا ايه موضوعيه، ولا فيها عداله ولا فيها عقل ولا فيها اي شيء مصلحه. فديت ايه كده، خلصنا الفصل الاولاني. لما بيجي اسئله في الفصل الاولاني، يعني غالبا لو جت هنتكلم اهميه دراسه التاريخ. لا، انا خلي اهميه دراسه التاريخ التربيه بالنسبه للمعلم ده مجهودك، تكليفك، ان طول السنه الدراسيه الاربع اسابيع او الثمان اسابيع بتسمع مني وتقرا بره وتشوف النت وتكتب لي حاجات عندك وتكتبها في ورقه معاك، تخليها في ورقه معاك في ملف. الملف الثاني فيه بعض اسئله وبعض تكليفات ثانيه، تجمعهم له كلهم مع مندوب الشعبه، ماشي، يقول لي احنا جمعنا كذا وكذا 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 وكذا. عايز تحطهم لي على اللابتوب، عايز تحطهم لي على كذا، اللي انت عايز تعمله تعمله. المهم ايه، كل طالب له درجات اعمال سنه، ومن جزء من اعمال السنه اختبارات، ومن ضمن الاختبارات اختبار ميد ترم معمول في 10 ديسمبر معلن من دلوقتي، تلت نص ساعه من 10 ديسمبر، من 12 ل 12 ونص 10 ديسمبر اختبار ميد ترم على كتاب تاريخ التربيه ده قبل ما نخش المهنه، ما
ماشي، ده اختبار ما تحريري، وهتبعدوا عن بعض 3 اسئله تختار منهم سؤالين. لكن كل اسبوع معلش هتعبكم، انا عشان طلبت بيجيبهم جيد جدا وامتياز. ليه بقى؟ عشان بتعبهم كل اسبوع، كل اسبوع الطلبه اللي قدامي دول كلهم زي مثلا نين ميار، زي احلام، زي اسراء، قولي يا اسراء كلميني من النسبه مثلا للفصل بتاع باصي الفرعونيه، ما اهداف التربيه عندهم؟ اختبار شافه كده مفاجئ وانا قاعد في المحاضره، في محاضره مباشره. ممكن اعمل قبلها ب 10 دقائق صغيرين امتحان تحريري، سؤال ادربك على كتابه الامتحان. يعني انا اقول لك مثلا ايه، ما اهم مواصفات التربيه عند المصريين القدامى مثلا، فانت هتكتبهم. طب واحد طالب من اللي كاتبهم يعرضها لي وانا قاعد، نشوف احسن اجابه ايه واحسن كذا واحسن كذا. انا بتعب مع الطلاب عشان كده، ما عنديش طلب تسقط، كلهم بينجحوا الحمد لله الا اذا كان ما بيحضرش. ماشي. ادي بالنسبه لايه الفصل الاولاني بالنسبه للكتاب، يعني كله عباره عن ايه، الاسئله بتاعته واضحه. ده كتاب كنا مطلعينه زمان، كان كله ملون، كان كله بالالوان، هتلاقي فيه كل شيء بالالوان، الانشطه الاقتصاديه والترويحيه وكذا وكذا وكذا. انا تعبت، ارتاح شويه وابدا بعد 5 دقائق. ماشي، ابدا بعد 5 دقائق اكمل اللي هي مصر الفرعونيه، تخلص ايه يعني دلوقتي الساعه 1:15، 1:15 او 1:30 ل 5، 1:30 ل 5 نبدا المصر الفرعونيه اللي هو الفصل ايه، يعني احنا كده خدنا فصلين في محاضره واحده اللي هي الاسبوع ده، الاسبوع اللي ماضي ناخدها الساعه 2، وبعد كده الاسبوع القادم هسالكم واقول ساعتها قبل ما اخلص المحاضره انا مطلوب منكم ايه. ماشي. التكليفات ما قلناش الا تكليف واحد اللي هو تكليف ايه، اللي هو اللي اهميه دراسه المعلم، اهميه دراسه تاريخ التربيه بالنسبه للمعلم، ده تكليف واحد. لكن بعد المحاضره اللي هي بتاعت مصر الفرعونيه هدي انشطه، ما في اهداف معرفيه ووجدانيه وانشطه. ماشي، هدي انشطه وهقول لكم عليها ساعتها. ماشي، وانا كده ايه هفتح شويه بس 5 دقائق كده، اوقف شويه المحاضره وتستعدوا كده ل وتلت ان شاء الله ابدا مصر الفرعونيه. ماشي، وانا مبسوط انكم حضرتوا دلوقتي كده ب 97، يعني كده هاخد درس المرات الامريكيه ولا لسه بتاعي، لازم اجيب ال6 قصات الاخيره. ماشي، انا خلاص هقف اهو.
اتنين نخلص مصر الفرعونية هقول لكم حاجات. اولا في على الموديول بتاعي هتلاقي موجود فيه روابط وفي فيديوهات وفي بتاعت حاجات اللي هي باوربوينت وكل الحاجات دي موجودة. لكن احنا طريقتنا في مادتنا وعلمنا كمادة التاريخ ما بينفعش فيها غير الحوار والمناقشات. مواد العلوم الإنسانية كفائتها أو جودتها أقول لهذا الأستاذ أجاد أعطاه هذه المحاضرة عندما أربطها بالواقع الخارجي. واقع خارج المؤسسة التعليمية، واقع بالمجتمع، واقع بالعالم ككل. المعرفة عندي مش جزيئات برميها، مش جزئية استعادة روح الكلام ده. العلوم الإنسانية علاقات تكوينات وعلاقات أشوف علاقة دي بدي وشكلها إيه العلاقة ومين كذا وراح فين وجاي منين، هو ده العلاقات يا إنسانية. لكن مش هقول مش وبالتالي المحاضرة الجيدة في العلوم الإنسانية كمان اللي بتصير نقاش كتير وجدل ويطلب يعترض، مرة اعترض عليا اعترض قال لي والله احنا لو عملنا التعليم من النوع الفلاني هيؤدي الى ان احنا نعمل طبقة من المصريين يتعلموا في تعليم ريفي وطبقة كذا وطبقة كذا. طالب كان في سنة ثالثة، ده من 30 سنة انا بدرس بقالي سنين وكلامه صح. طبعا هو فكر اشتراكي، واضح انه فكر اشتراكي، لان الفكر الاشتراكي قدم نمط من التعليم كله زي بعضه اللي هي المدرسة الشاملة، المدرسة البوليتكنيك اللي هي ما فيش حاجة اسمها زراعي صناعي عام، كلها مدرسة واحدة فيها جميع الأنشطة من كي جي 1 أو إذا كان بيسموه كي جي 1 أو المرحلة الأولى المستوى الأول إلى المستوى الـ 12 أو المستوى الـ 11. وعمل واحدة زيها في مصر هنا في مدينة نصر، مدرسة بوليتكنيك بتاعت مدينة نصر، وواحدة كمان في المنصورة، وطبعا حولوها إلى النظام العادي بتاعنا وكذا. يعني الولد ياخد كل الأنشطة والمجالات اللي عملوه في تعليم الأساسي بعد كده، المجالات. الولد بيخش المدرسة بيتعلم كل حاجة، حاجات مرتبطة بالزراعة، حاجات مرتبطة بالصناعة، حاجات مرتبطة بالكهرباء، حاجات مرتبطة بكذا، بيتعلم بأنشطة، المدرسة فيها حمام سباحة، المدرسة فيها كذا، المدرسة فيها كذا، كل شيء موجود. كل شيء موجود، المدرسة وحدة كاملة، تعلم إنسان الحياة، تخش كل حاجة، ماشي؟ ده بالنسبة لي. طيب سألني، قال لي أنت دلوقتي بتتحيز للتعليم الريفي ليه؟ كانت تجربة موجودة زمان. أنت كده بتخلي أبناء الفلاحين ما يتعدوش غير التعليم الريفي. يناقش. احنا مش هنمنع حد يناقش، مش مطلوب انك تكون انا، احنا بنربي الناس على الاختلاف، اختلاف وجهات النظر ورؤى. هو بيشوف بطريقه غير رؤيه انا، هو عمره قد ايه وانا عمري قد ايه، انا تجربه قد ايه وانا تجربه قد ايه، هو مذهبه قد ايه وانا مذهبه قد ايه، انا فكري قد ايه وانا فكري قد ايه، عده عوامل. وبالتالي مش كلنا زي بعض، وبالتالي لابد حث الفرد على انه يبحث ويتعلم ويقرأ ويختلف، واحترم اختلافه، احترم ان هو مختلف عني في تفكيره، احترم انه كذا، بس ما يكلمنيش كلام خارج عن اطار العلم. فهنا الموديل ده موجود فيه كل حاجة، الروابط، انا في حتى فيه فيديوهات، فاعتمدوا على اللي انا هقول لكم افضل من الفيديوهات اللي موجودة، اعتمدوا افضل. انا بدرس بطريقة معينة وانا اللي بصح المادة معايا زمايلي، بس احنا لينا رؤيه معينه في التصحيح ورؤيه معينه في تقديم الماده الدراسيه ورؤيه معينه في وضع امتحان، واحتمال كبير ان احط امتحان. ماشي، يعني الدكتور كل سنه، يعني احتمال كبير انا او الدكتور سلامه غالبا احتمال احط احط الامتحان، وامتحاناتي بتبقى فيها نوع من اليسر. ما المفروض تعرفه الاهداف اللي عايز اديها لك اكسبها لك، مش هتني اجري وراك كده ده مخبي دوت ولا خبي ده ولا اجيب لك سؤال، مش ما ينفعش الكلام ده اصلا. اللي مطلوب تعرفه الهدف المعرفي اللي تعرفه ايه، الهدف الوجداني انت تعتز بحضارتك المصريه القديمه او حضاره العربيه او حضاره اسلاميه وكده مثلا كده، الانشطه اللي هتعملها في صوره حاجات ما انا اقول لك عليها. لكن هدفك المعرفي ايه اللي مطلوب تعرفه؟ ابسط حاجه ان الايه، ان الاختلاف، حق الاختلاف. ولو انا امنت بحق الاختلاف امنت بالتسامح، يبقى مش معرفنا في عمر السنة ان انا هدرس تاريخ التربية المصرية القديمة فقط.
لا احنا بنتكلم بنديك وانتوا كبار اصلا. المشكله في التعامل معاكم ده افضل، انا بحب اتعامل معاكم اكتر من الولاد الصغيرين، لان انتوا اصلا خريجين جامعات اخرى كليات اخرى. فايه التربيه المصريه القديمه هنبدا نشتغل فيها دلوقتي. انا عايزك تكون كتابتك في الامتحان بحسب ما قريت وفهمت، بس كلام علمي من اللي مكتوب حسب السيلابس اللي موجود او العناصر الموجوده بتكتب حدودها. ماشي؟ خدت بالك؟ قبل ما نمسك في التربيه المصريه القديمه، احنا لينا قلت لكم قبل كده هي مصفوفه او ما او يعني انا بسميها تسهيلا زي باسورد للدخول في الفصل، اللي بحط عده حاجات، الهدف واهميه التربيه، الهدف وظيفه التربيه، مراحل التعليم، المناهج، وسائط التربويه، المناهج او المعارف او الفنون ايا كنت تسميها، المراحل التعليم شكلها ايه، الوسائط التعليم التربويه، الوسائط التربيه يعني ايه، اتعلم بواسطه كذا يعني المدرسه والاسره وكذا وكذا، وبعدين اساليب التقويم، ايه تاني غير كده، طرق التدريس واساليبه، طرق التدريس بيدرس ازاي، بالمحاكاه، بالتقليد، بالحوار، بالنقاش، كل اساليب التدريس وطرق التدريس الحاجات دي. في كمان ايه، في طرق وفي اساليب، بالمعادله الحسنه في كذا وكذا، دي هفرق لكم فيها بعدين لما اجي نخشها بالتفصيل. طبعا في العلوم، في العلوم الانسانيه في الجامعه المصريه عموما يعني بتبقى المحاضره في صوره محاضره عامه، ما بيخشش تفاصيل تفاصيل التفاصيل، يعني ما بيمسكش كتاب يقراه، تعليم الفكر التربوي عند انصار التيار الطبيعي يتعلم كذا، ما بيدرسش بالطريقه دي اصلا، ما بيدرسش بالطريقه دي اصلا، لان ممكن واحد او كاتب اخر يكتب حاجات غير اللي انا كاتبه، ويعدل ويزيد ويضيف ويصنف بطريقه ثانيه. فانا بشوف اللي انت فاهمه في حدود السيلابس اللي موجود عندك، اللي واخده انت في الدليل او واخده في محتوى المنهج في الاول او في كذا وكذا وكذا، انت عندك كذا وكذا 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 وكذا، خلاص في حدود كذا. كل فصل انا عامل، انا موديولين، عامل موديول، موديل، عامل موديل الاول وعامل موديل الثاني. الموديل الاولاني عامله عناصر، والعناصر دي هشبكها وانا قاعد في المحاضره، انا كاتبها على الورق هنا قدامي، بشبكها وانا قاعد. نبدا بعد كده الجزء الثاني اللي هيقعد نص ساعه بالظبط. انا حاسس كده ان الطلبه موجودين عندي 93، في سبعه مشوا، وفي هنا داليا موجوده، ومادونا موجوده، واحلام موجوده، سامعين صوت طبعا. انا ما بفتحش الحوار في المحاضره الاولانيه عندكم دي بالذات، حتى في الملقاء المباشر ما بفتحش حوار خالص، لان جربناها زمان عمل لنا مشاكل كتيره. طب الامتحان شكله ايه؟ طب انا مش فاهمه دي. فانا بخليها الاولانيه او المحاضره مباشره او اونلاين، انا اللي بكلم بس. بعد كده انا ما بحبش اتكلم، بحب انتوا تشاركوني في الكلام، لكن في الاونلاين هتعملوا مشكله. فهنشوف ساعتها الاليه اللي هنعملها الاسبوع القادم، لازم نعمل اليه، اليه معينه. وبالتالي انا بفضل رؤوس المجموعات، عندي اربع مجموعات، رؤوس مجموعات، وانا هختار اسماء من هنا دلوقتي، هقول الاسبوع الجاي هسالهم شفوي، هسالهم شفوي في كذا. ماشي؟ ده بالنسبه لدكاتره الحضور ده المشاركين. نبدا بقى الفصل الثاني اللي هو ايه، التربيه المصريه القديمه. طبعا الكتاب مكون من ست فصول، مش بالضحك واحد هيقول لي هاخده كلهم يا دكتور، ده بيتقال كده، طب ما تسيب لنا شويه، طب ما تشيل لنا صفحتين ثلاثه منه. ماشي؟ مش بالضروره هناخد كله المعلومات كلها، احنا بناخد المعلومات اللي بتفيدك، ما هو كلها بتفيد على فكره، بس المعلومات اللي احنا ارى انها تحقق الغرض من الماده ومن تدريسها. ماشي؟ في مصر الفرعونيه القديمه، مصر القديمه، مصر بعد كده التربيه في اليونانيه، التربيه في عصر النهضه، بعد كده التربيه في الاسلاميه، وبعد التربيه في العصور الحديثه، زين هم ديت الايه الفصول اللي عندنا، غير طبعا الفصل الاولاني. طبعا مهم جدا التربيه المصريه القديمه، لان انا مصري واحنا عندنا حضاره قديمه. ماشي؟ دي لازم وانا لو في اليونان هدرس التربيه اليونانيه طبعا، وانا لو في اسرائيل هدرس مثلا التربيه مثلا ايام مملكه سليمان، وانا لو في كذا هعمل كذا، مش ممكن، ولازم اجيبها في امتحان. غلط اللي ما جابهاش في امتحان، ده لازم اجيب منها جزء، اذا كنت انا احط امتحان لازم اجيب منها جزء. ليه؟ بتديني اعتزاز او الهدف وجداني، انا بعتز بحضارتي القديمه،
ولو اتكلمت عنها انا كنتها باخدها في 3 4 محاضرات بس انا عشان طبعا الوقت والحاجات دي فهناخدها بس بنص ساعه، والاسبوع القادم ممكن نفتح لها موضوعات برضو شويه كده وخارطه الطريق ليها كده والحاجات دي. بالنسبه للماده ديت للتربيه في مصر القديمه، شكلها جميل على فكره في الكتاب، انا عامل بصوره ملونه خدت بالك، التربيه في مصر القديمه هتلاقي عندكم طبعا في مراجع في الاخر، اللي عايز يستعين بالمرجع هيلاقي المرجع موجود، المراجع كلها موجوده، المراجع كلها موجوده. نشوف عشان افهم مصر القديمة وعشان افهم الانسان في صراعه مع الطبيعه ومع الحياه ومع كذا مع قوم مع كذا مع كل شيء، عشان يكون نفسه، عشان يحول نفسه الافضل، عشان كذا ايا كان لازم اعرف الارضيه بتاعته، الطبيعه، الاقتصاد، النظام السياسي، والدين، واللغه، والتعليم، وكل شيء الحاجات دي كلها، ورب مخليه، لازم اعرف الحاجات دي اصلا. لازم، فلو بصيت لمصر هلاقي ايه؟ هلاقي نيل. النيل اللي هم عايزين ايه؟ يعملوا عليه سد تحت. نيل. النيل دوت النيل يبقى ده ري صناعي مش طبيعي. طبيعي اللي هو المطر. ري صناعي. ماشي؟ ماشي هو كان طبعا مش شكله كده دلوقتي، كان زمان 7 افرع وموجود ناحيه وادي النطرون وكان على الشمال، واوائل الاقوام اللي بنوا مصر اللي جم مصر هنوت كانوا من شمال من جنوب شرق ليبيا وجم عندنا هنا. يعني احنا مش جايين من الجنوب من عند الايه؟ من عند الكوشيين ولا عند النوبيين ولا عند كده، لا احنا جايين اقرب من جنوب شرق ليبيا اللي بيسموهم ساعات الامازيج او يسموهم التمازيج او يسموهم كذا، او الاوروبيكا بيسمونا البربر او يسمونا كذا او يسمونا كذا. يعني طبعا المصريين، انا بتكلم عن الحضاره المصريه القديمه، ولا نتبع الحضاره المصريه القديمه مش الحضاره الاسلاميه اللي احنا بنطلق عليها عرضا كده التربيه الفرعونيه، عشان بتعمل لي مشكله في الامتحانات لما بقول مهم مثلا كذا كذا في مصر القديمه، ما اهم المصادر المعرفه عندهم او كذا، يقول لك المسجد والقران والسنه. يا ابني انا بتكلم عن مصر القديمه، لازم نعرف كده، لان الولد وهو بيفهم في مصر القديمه اللي هي ايه؟ مصر العتيقه اللي هي موجوده عند ايه؟ محطه مريم مرقس ولا محطه الملك الصالح كذا. وده دليل ان احنا واحنا بنعلم الطلاب لازم نبقى فاهمين واحنا بنقول الكلمه. ودول طلبه كبار خريجه جامعه، ازاي خريج جامعه ومش عارف قصده مصر القديمه كذا؟ فارجوكم المكتوب في الكتاب التربية في مصر القديمة اللي هي أيام ما يطلق عليها أيام الفراعنة لغاية قبل الميلاد، اللي هي من أيام زمان. طبعا عشان أكتب في الفصل دوت أو نتكلم على الفصل دوت فلازم نعرف الوضع الإيه البيئة الطبيعية بتاعت الإيه مصر القديمة، البيئة الطبيعية ففيها نيل، والنيل ده نهر، ويبقى هنا العمل بتاع الفرد إيه زراعة، والعمل بتاع الزراعة ليه نمط معين في التعامل بين الأفراد وبعضها وبعضا، والعمل بتاع الزراعه محكم. انا مش شغال تاجر مش زي الفينيقيين ولا الشوام ولا كذا، لا انا شغال زراعه. زراعه يعني مهندس بيحسبها، بيعمل مكاييل، بيعمل كذا، بيرمي البذره في وقت معين، وبيحصد في وقت معين، وبيطلع انتاجه في وقت معين. لازم يكون عنده تقويم من ادق ما يمكن، والا ما ينفعش الزراعه خالص. لان اي زراعه اي نبات عايز كم ضوء، عايز كم حراره، عايز رطوبه معينه، ان ما توفرتش دولت ما يطلعش النبات، يبقى ما يطلعش خالص اصلا، وعايز يوصل حصاده، فعنده تقويم كده. فالمصري القديم النيل، هل هو هبه النيل ولا النيل هو هبه المصري القديم؟ يعني ما هو النيل ماشي على اوغندا وماشي على ناميبيا، ماشي على كله، لكن اللي عمل التماثيل والاهرامات والحضاره والحاجات دي كلها المصريين. يعني شويه شمال السودان عمل شويه الفراعنه النوبيين، لكن هو المصري اللي عمل ده كله، المعابد الضخمه وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، هنتكلم عنه بالتفصيل. فهنا الوضع الطبيعي، التقليد الطبيعي اللي هو ايه؟ الري صناعي موجود، بالتالي العمل الاساسي بتاعنا هيكون ايه؟ نفهمه كده. الزراعه والنقل النهري اكيد، والصيد ما هيشتغل ايه غير كده؟ ما هو الميه هتجيب لي ايه؟ زراعه وكذا وكذا. وبالتالي احنا قلنا الزراعه دقيقه جدا، لابد النبات يتزرع في وقت معين، وبعدين انت عندك فيضانات طالعه ونازله، ف
فالفيضان بيجي يغرق المورق اللي هو الحاجه الورق النبت اللي طالع. وفي نفس الوقت هذا الفيضان بعد ما انحسر هيطلع نبات جديد، وبالتالي ممكن افهم الديانة الفرعونية جت ازاي، كل انسان اصله من الطين واللي بناه اخنوم على طريق الدولاب اللي هو البتاع اللي بيعمل الفخار ماشي كده ليه من شكل الميه ماشيه. وبالتالي كان يعجبني قوي بيت الشعر بتاع مين، احمد شوقي اللي قالته ام كلثوم بتغني في قصيده النيل، قصيده جميله تقول لك من اي عهد في الكرة تتدفقوا، وباي كيف في المدائن تغدقوا، امن السماء نزلت ام فجرت من عليا الجنان جداولا تتركوا. جميله ومن اجمل الاغاني لام كلثوم قصيده النيل، عملها لها الصنباطي، جميله جميله جميله. وحتى شكسبير غنى بالنيل، كلهم غنوا بالنيل. وهشوف انا ايه ناس تانية اتكلمت عن النيل، حتى الفراعنه القدماء المصريين كانوا بيتكلموا عن النيل وكانوا عاملين ايه ليه اشعار وحاجات من دي. يعني حتى شوقي يقول لك ايه، فالماء تسكبه فيسبق عسجدا اللي هو الذهب، والارض تغرقها فيحيا المورق. يعني انت بتغرب الارض يا نيل، لكن في نفس الوقت بتحييها من تاني. وبالتالي المصري عنده حاجه تفهمها كويس قوي، عنده الخلود، مفيش حاجه اسمها موت، الموت هيسعى تاني. وبالتالي اول من تنبأ او توقع او كتب او قال عن حياه اخرويه في المنطقه الحضارات القديمه ديت، يمكن قبل السومريين وقبل كلهم، الحضاره الفرعونيه القديمه. وطبعا الكلام دوت مكتوب مش مرسل، في كتاب اسمه فجر الضمير لبريستيت بيتباع بجنيه دلوقتي، ما اعرفش بيتباع بكام يعني. وفي الهيئه العامه للكتاب يكتب لك الحاجات دي كلها، فجر الضمير. واول حاجه اللي هي الالهه معت، الالهه معت اللي هي ايه، بيحط قلب الانسان في كفه ويحط الريشه بتاعت الالهه معت في كفه ويشوف الوزن كده. وهم اعتبروا هنا القلب هو ايه، الضمير والاخلاق. مش مشكله ان هو اعتبر القلب الضمير والاخلاق، مش شرط ان هو القلب اللي هو يعني القلب البيولوجي، ان لا الحاجه دي موجوده في العقل ومش عارف كذا كلام ده كله ماشي. في حاجات ايه يعني بنتجاوز عنها في التعامل في العلوم الانسانيه والتعامل في الحياه عموما، بنتجاوز عنها كتير. فالعقل ممكن يقول لك شاف بقلبه، حس بقلبه، عمل كذا ماشي. فهنا دلوقتي ايه، فالنيله فالماء تسكبه فيسبق عسجدا، هذا يبقى زي الذهب كده. ان تشوف الفيضان، شفنا الفيضان يبقى واخد طميه كده مغبره كده شويه كده، وبعدين والارض تغرقها فيحيا المورق. انت بتغرقها صح لكن بتحيا من تاني، فعنده فكره الخلود. ودي تخليني افهم التربيه عنده، ما انا بحب ادرس الماده مش ان اقول صفحه صفحه، افهم التربيه عنده. ده بيفهم ان الحياه فيها حياه وموت وحياه، يعني في حياه اخرويه، في عمل ماشي. ولما قلت فيضان يعني معناها اكيد هقاومه، يبقى في ناس هتتضافر مع بعض يعني. وبرده كان قالها شكسبير وهم كمان، كلما ارتفع النيل وربى كان اوفى بالمزيد، وحينما وعندما ينمو الفيض ينطر البادر الحب، اصلا ترجمه بس ترجمته مش حلوه، فوق الطمي والرسوب وعما قريب يكتني الحصيد. طبعا هي مشكله طبعا لما تيجي تترجم من لغه للغه بتبقى مشكله بالنسبه لنا احنا، وانا اصلا مش متخصص ترجمات، مش بتخص لغه انجليزيه عشان اقول لك اترجمها واعربها واعملها بطريقه كذا. فيعني النيل هو حياتنا، وهم سموه ساعتها حابو، حابو اللي هو ايه، اله النيل. وكان بيرسم طبعا في فتره البطالمه بيرسم على شكل اله كده، وخارج منه ناس بترضع منه او تاكل منه او عايشه حواليه اطفال صغيرين كذا وكذا، اللي هي الروافد بتاعته، الروافد عطبره كذا كذا كذا. قال النيل حابو وكانوا بيغنوا له. فهنا دلوقتي نعرف ان النيل ده هل هو هبه المصريين ولا مصر هبه النيل ولا ايه بالظبط ماشي. لا احنا طبعا النيل اساسي في تكوين المصري وحضارته، والمصري بعبقريته وذكائه وعزمه برضه ابدع وانتج كذا. وهنشوف الابداعات دي كلها في كذا. عرفنا الوضع الطبيعي هيديني عمل زراعي، ما دام عمل لي عمل زراعي يبقى انا بمتهن العمل الزراعي. طب العمل الزراعي ده في واحد جنب النيل، واحد بعيد عن النيل على بعد 50 كيلو، ده هيمنع الميه عنه، ده هتحصل حروب اهليه، ده هيقطعوا بعض. فقال لك لا، بقت لازم يكون في اداره مركزيه تنظم الري وتنظم كذا ويعملوا محاصيل مع بعض. عشان كده مصر من الاقاليم المتجانسه في السكان، متجانسه في كل شيء،
حتى في المحاصيل وكذا لازم اعمل كذا، وايه اللي هتحصل ما كانتش قامت اصلا، ما كانتش قامت، فبيعمل لك هنا وهنا 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 وهنا، ده جنبي، طب انا هفتح لك الميه النهارده هنا، انت تزرع كذا، طب كذا، في تعاون. فبالتالي الطريقه اللي ايه؟ الطريقه التعاونيه اللي موجوده في المصريين القديمه قديما جايه من زمان، يعني يجففوا بينك المستنقعات، يعملوا مع بعض الفوضان زاد، هم واقفين حاطين الطمي واقفين على السكك عليه، يعملوا كذا يعملوا كذا. هي دي كانت ايه حياه المصريين زمان قديما، عملوا الزراعه واكلوا من الزراعه، ولا بد ان يكون له تقويم من برضه نفس النظام. ولا فهو عمل طبعا عايزه اداره مركزيه قويه، وعايزه علم. ليه؟ لان لو حي حد فيكم شاف الزراعه من طياره من فوق، ليها مرمور زي الهندسه كده، مربعات ومثلثات جميله، شكلها جميل، وبيحسبها وبيحسب العروه وبيحسب بكذا وبيحسب بكذا، والمكاييف والموازين ومش عارف كذا وكذا. يبقى عايزه علم، عايزه علم. الحاجات دي كلها اللي هي ايه الزراعه تحتاج اداره مركزيه، بتحتاج تعاون، بتحتاج متعلمين بيحسب كم كيلو عملها وكم قداب عمله، وده هيروح لمين وده جاي مين، عايز حساب. يبقى لازم عندهم ارقام، هما مش زي البدو، لازم عنده ارقام، لازم عنده ارقام وعنده حسابات معينه وعنده كذا وعنده بيحسب، مش بيحسب ده، بيحسب حسابات معمقه، مش بعت بخمسه وشلت ثلاثه، بعت بخمسه بقى اثنين، لا ما بيحسبش كده. ده هو انا دلوقتي، ده هو عمل، ده عمل، ده معجزه، ده عمل نظريه فيثاغورس، عملها بحبل بتسع عقد، ثلاثه اربعه، المربع اللي على الوتر يساوي الضلعين التانيين، عملها بحبل، يعني فلسفه عمليه، رياضه عمليه. فهي كده دوت اللي عمله. فديت المصريين، ده النيل اتعلم منه وجاله منه الدين، اتعلم منه الدين ان في الهه. والتقويم نفسه اللي هو عمله، اللي هو مكون من 365 يوم، اللي هو تقويم نجمي شمسي، هو جمع اتنين مع بعض، عمل نجم شمسي، التقويم الشمسي، وعمل السنه 365 يوم، هيبقى في فرق شويه. فعمل الاشهر ازاي؟ عمل 12 شهر، كل شهر كام؟ 30، 30 في 10 360، جه في الاخر عمل خمس ايام، عمل خمس ايام احتفالات بالالهه الخمسه الكبار، الثالوث المقدس ايزيس اوزيريس حورس ولا نفتيس وست، عمل نفتيس وست وعمر ست ونفتيس وايزيس واوزيريس وحورس، الخمسه اللي هم ايه الخمسه الالهه، وعمل بيهم طبعا اوزيريس هو اله الخصبه الخصوبه، ماشي، ادي ايه، فعمل احتفالات. وبالتالي هنا قسم الشهر، قسم الشهر نفسه، ما عملش زي التقويم البابلي اللي اتنقل للتقويم ايه بتاع الشرق الاوسط بتاعنا، اللي هو التقويم اللي هو الاسبوعي، اللي هو سبعة ايام، اللي هو مرتبط بسبع نجوم في، دي موضوع كبير اصلا. هو عمله بقى ايه 10 10 10، يعني التقويم بتاعه 10 ايام ثم 10 ثم 10، ال 10 يشتغل 8 ايام لنفسه واثنين ل يسلمها للولي، لحاكم المقاطعه او الولايه، نفس النظام كذا. يعني هو بيشتغل لايه زي الضريبه ولا حاجه، او نمط معين من الحياه، نمط معين دفع الضريبه، نمط معين من كذا، ان هو بيشتغل 8 ايام لنفسه واثنين كذا، ويحتفلوا بقى كذا. وبالتالي هتلاقي عندهم الطقوس، القصد ايه الفصول، مش اربع فصول زي الفصول، الربيع والخريف والشتاء والصيف، لا، هو موسم الزراعه وموسم الحصاد وموسم الفيضان، خلاص على كده. حياته بسيطه مرتبطه بالعمل بتاعه ونمط الزراعه بتاعه ونمط الاقتصاد بتاعه. ادي بالنسبه لي المعلومات العامه كده عن ايه، عن مصر القديمه، المناخ الجغرافي بتاعها او الطبيعي، هيطلع لي نمط معين من الاداره، ونمط معين من البناء الاجتماعي، ونمط معين والدين والتربيه ووسائل التربيه. هنشوف بالنسبه لي النمط السياسي، هيبقى طبعا الحاكم اللي هو ايه يملك الحجر والبشر، اللي هو الفرعون، اللي هو الاداري الاعلى، اعلى اداري، اعلى واحد هو ده. وحتى هم بيتكلموا عنه، بيتكلموا عنه بصوره احتضانه، يحتضنوه، بيحتضن جنوده، رمسيس في وقت الحرب احتضن لجنوده وانتصر، يعني بيعتبرهم ايه زي دولة الأبوية، الحاكم هو الأب. لسه هذا النمط لسه ماشي عندنا لغاية النهاردة، الدولة الأبوية، الحاكم هو كل شيء، هو الأب لنا. نيجي تاني بالنسبة بعد كده ايه،
البناء الاجتماعي، البناء الاجتماعي عند المصريين القدامى ما كانش ثابت، قصدي مش لا اه مش ثابت، هو مو مش ثابت، هو مش متجمد واقف على حدوده، مغلق، بيسموه مغلق او مفتوح. لا مفتوح. طب عرفت منين؟ ودايما بيسموها في العلم عندنا حتى في التاريخ، عرفت منين؟ هو مش مغلق. هو البناء الاجتماعي في الهند مغلق معروف، اللي هي طبقه البراهما وطبقه مش عارف كذا المهراجا والبراهما ومش كده دي مش عارف كذا والمنبوذين في الاخر كده، وده ما يتصغرش من ده وده ما يطلعش ده، وده كل واحد طبقته لوحده وكل طبقه ليها علمها لوحدها. حتى افلاطون لما عمل جمهوريته عملها برضو ايه، ان الجمهوريه بتاعته قايمه على ثلاثه، الفلاسفه فوق والجنود في كذا والعمال والفلاحين تحت، ماشي، ودي ما يطلعش ده وده ما يطلعش ده. بس افلاطون قال لك يطلع من مرحله لمرحله بالتعليم، اللي هو رجع في امتحانات. اوروبا الوسطى كانت نفس النظام. المصري القديم ما عندوش القصه دي، كان فيه اختراقات، يعني كان فيه حراك اجتماعي صعب. حراك اجتماعي صعب يعني ايه؟ وانتوا بتوع علم اجتماع والجماعه بتوع خدمه اجتماعيه عارفينها، يعني بينتقل من طبقه الى طبقه اعلى، او من فئه الى فئه اعلى، او على نفس المستوى. في حراك اجتماعي يا صاعد يا هابط يا افقي، ينتقل بنفس المكان. زي مثلا ايه؟ حراك اجتماعي صار مثلا في التعليم، مثلا انا مدرس بيت مدرس اول، ده حراك افقي. لكن حراك اجتماعي صاعد ممكن يحول لوزير، يحول لرئيس جمهوريه كده. نلاقيها منين بقى؟ هنشوفها. ودي الدول اللي هنطلع منها بحاجات معينه كده، نفهم منها الحضاره الفرعونيه والتربيه عندهم. التربيه عندهم قايمه على ايه؟ على العلم. لازم نعرف التربيه المصريه القديمه وتعتز بيها ان قايمه على العلم وحب العلم وحب المعرفه. وانتجوا وعملوا الحاجات دي كلها. فنشوف هنلاقي ان بعض في مهندس يعني اللي عمل ايام زوسر حولوه لمرتبه الالهه، يبقى انسان عادي مهندس عادي بقى وصل لمرحله الالهه. برضو اله الطب من حد في الثالث ده حولوه لمرحله الالهه، ماشي، فبتحول لمرحله الالهه. حور محيب، حور محيب اللي هو ايه، قائد عسكري كان ايام توت عنخ امون، في ايام الفتنه بتاعت امون واخناتون والحاجات دي كلها، تولى الحكم في مصر. يعني مش الحكم في مصر كان قاصر بس على طبقه الفراعنه، لا، كان ممكن يخش فيها ناس علماء، ممكن يخش فيها ناس ايه من الجيش. وبالتالي الحراك الاجتماعي الصاعد في مصر بيعتمد على جزئين، وده هتبقى هتلاقيها لغايه النهارده موجوده. الحراك الاجتماعي الصاعد في مصر نوت قايم على الانضمام الى التعليم او الانضمام الى القوات الجيش، دي معروفه من زمان ولها دور وكذا وكذا وكذا. دي ده البناء الاجتماعي بتاع مصر القديمه. هتلاقي عندهم الاداره طبعا قايمه على الاداره المركزيه، وهذا ليس عيبا، اللي يقول لك الاداره المركزيه عيب، لا، هي طبيعه النيل. ما هو انا لازم يبقى في اداره مركزيه محكمه عشان احصل واشوف جالي قد ايه، واوزع قد ايه، وادي النيل ازاي، واصد المخاطر ازاي. وبالتالي كانت مصر تبقى قويه، تلاقي الحكام الاقليميين كلهم متحاونين ومتضافرين مع بعض. لما يتنافروا مع بعض مصر تقع. وبالتالي من اخطر ما يمكن، وده طبعا من ضمن الحاجات المفروض نفهمها، ان ما تتقسمش البلد، ما تتنافرش مع بعض، ما يبقاش ده شرق وده مغرب وده شمال وده جنوب وده عامل اقليم لوحده وعامل اقليم، كارثه. وايام الدوله المصريه القديمه لما كانت بتضعف، لما الامراء يتخلوا ايه يحصل بينهم صراعات. وبالتالي المركزيه في مصر ضروره مهمه جدا، ضروره ليه؟ لان هو صحيح المجتمع اصلا ايه، الى حد ما النسيج الاجتماعي قريب من بعضه، التماسك الاجتماعي، غير كده مش هيحصل تماسك اجتماعي. فادي دي وجهه نظري، ادي بالنسبه لي الاداره. طيب لما اكون عايز اداره مركزيه وعايز تعليم وعايز حسابات وعايز ارقام، والفلاح هيديني والفلاح مش هيزرع من ورا الوالي، يبقى انا عندي جيش من الكتبه، عندي جيش في المجتمع المصري من الكتبه. هعلمهم فين؟ هو ده بقى شغل التربيه. هعلمهم فين؟ ويتعلموا ايه؟ وكذا وكذا وكذا. هتلاقي عندي جيش من الكتبه. وبالتالي هتلاقي الهيئه العامه للكتاب، هتلاقي فيها واحد قزم كده مربع وحاط كتاب على رجله، ده الكاتب المصري. ودي حاجه تفرح بيها، تتمتع بيها، الكاتب المصري. ادي بالنسبه، فالتعليم عندهم مهم والمعرفه مهمه. اني هحسب، هقيس مساحات، هوزن، هحسب، هدي، هاخد، اوزع. عايز علم، عايز علم معرفة. وبالتالي كانت العلم والمعرفه في مصر القديمه هام جدا، ماشي. الحاجه الثانيه بقى، طيب ايه، طبعا الحاجه موجوده في الكتاب، لكن طبعا بقولها بصفه عامه ونقاط صغيره كده بس عشان ايه
دي محاضرة عامة. نشوف يبقى دلوقتي هدف التربية احنا قلنا بالنسبة لي معايا مصفوفة او معايا باسورد او ايا كان تسميه. ايه هي الهدف في وظيفة التربية؟ ايه هدف وظيفة التربية؟ ما نشوف كويس. ما لسه قايل الفيضان بيجي بيغرق وبينمو تاني. بيقوم بالخلود. المصري القديم لو رحت متحف المصري في هتدفع 5 جنيه زي علينا تتفرج على المومياوات. هو بيحنط الموميا ليه؟ بيقوم بالخلود. بيقوم بالخلود. يعني هو بيؤمن بالخلود وبالتالي عشان يؤمن بالخلود لازم يحافظ على الجثمان. فيحافظ على الجثمان منين؟ انه يشيل منه الحاجات اللي سريعه التلف ويحط كذا. طب عشان اعرف الحاجات السريعه التلف والحاجات اللي حافظ عليها يبقى انا عندي درايه بالتشريح وعندي درايه بحاجات كتير وعندي درايه بالمواد اللي هستخدمها لحفظ الجلد والعظم وعندي العينين هتفسد فبيجيب لها ازاز عينين ازاز ماشي. طب ازاز يعني ايه؟ يعني سلكه يعني رمل. طب هي عينها ملونه ليه؟ يبقى حط فيها حاجات معينه. لا يبقى كده عارف كيمياء. ده كده عارف تحنيط، ده كده عارف تشريح، ده كده عارف. طب بنى الهرم ازاي؟ ده عارف هندسه. ده حساب مثلثات وعارف كذا وكذا. حساب مثلثات بيقول لك السومريين اكتشفوها بينا لما الفراعنه اكتشفوا ايه؟ ماشي؟ طب بنى الهرم ازاي؟ طب الحاجات دي عملها ازاي دي كلها؟ طب المعابد العمود والعرضه اللي فوق، انت بتبص الموضوع ببساطه. عشان توضع عرضة من فوق والتوازن والحساب دي حسابات. دي حسابات مش سهلة. وانت فاكر مثلا احط قلبين طوب عمودين احط عليه عرضة من فوق تقع دي تقع. دي ليه حسابات ووزن وكذا وقضية العرضة فيها كام طن وحجر الهرم تمره ما بين 2.5 طن 3.5 طن. طب اقطعه ازاي؟ وبشيله ازاي؟ وبنقله ازاي؟ ده كل ديت حسابات. طب انا اجيب جيش كبير من الناس عشان يبنوا الهرم. يبقى انا حساب مثلثات وحساب واداره. ال 100,000 دول هياكلوا ايه؟ والساعه كام؟ واخزن فين؟ واعمل فين؟ صعبه. صعبه. فهي ده دليل على ان ايه؟ يبقى احنا عندنا هتلاقي عندي المصري القديم عده ايه؟ عده معارف وعلوم وفنون منها ما هو مرتبط بالعلوم الانسانيه ومنها ما هو مرتبط بالعلوم الطبيعيه زي الهندسه وزي الطب. وزي ايه تاني؟ الكيمياء دي بتاعت الازاز والحاجات دي. وزي ايه؟ الكيمياء برضو استخراج الذهب. عندنا الذهب تبري بيستخرج الذهب وطبعا اللي يتفرج على الذهب المصري القناطي جدا جدا جدا. وبعدين حتى الصبغه اللي بيعملها العينين الازاز عايزه درجه حراره معينه. طبعا هو كان بيستخرج بحاجه اسمها منفاخ وحاجات من دي. ادي القصه دي كلها. يبقى احنا المصري القديم عنده المعارف اللي عنده المقدمه عنده هتلاقي في كيمياء وفي طب وفي هندسه وفي فلك. مش هو بيحسب الاشهر ازاي والحاجات دي كذا. طب هم 365 يوم عملت 5 ايام. طب الربع يوم ده هتعمل فيه ايه؟ فاضاف يوم سادس بعد فتره معينه عشان نظبط السنه مع كذا. يبقى هنا عنده الفلك وعنده كذا وعنده الهندسه وعنده كذا وعنده كذا. دي المعارف بتاعتهم الاساسيه. يجي بعد كده هنشوف المدارس بيتعلم في المعارف دي فين؟ بيتقدم له فين؟ بيتقدم له على مستويات متدرجه. اول حاجه في حدود الاسره، عندك الاسره سواء اسره ملكيه او اسره صيادين او اسره كذا، بيديله المعارف اللي مرتبطه بمهنته مستقبلا. الاسره الملكيه هتعلمه طبعا اللغات الاخرى، تعلمه الاتيكيت اللي بيسموه الاتيكيت، الفنون الحرب، فنون الحرب، القتال، التعامل مع السفراء، اللغه الاجنبيه، الحاجات دي كلها اللغات. ما لازم نتعلم. ما هو ايه تاني بالنسبه الاسر بقى؟ طبعا الفلاحين علم كذا كذا. طيب دي الاسره بتعلم ابسط حاجه الدين واللغه. وطبعا هو هيبقى فرعون، هيبقى الكاهن الاعلى، هيبقى الكاهن الاعلى لازم، وقائد الجيش في نفس الوقت، والملك وكل شيء، وملك الارض وحجر. فهنا لازم يتعلم الحاجات دي. مين هيعلمه غير الاسره الملكيه؟ ويبقى ليه ناس بتعلمه كده. في بعد كده في كتاب، زي الكتاب بتاع ايه اللي ظهر بعد كده، حاجه كده زي غرفه موجوده في قريه ولا حاجه بيتعلموا الاولاد فيها ايه. هتعلم فيها ايه؟ هم ثلاث حاجات تتعلم فيهم. هتعلم فيها الاناشيد الدينيه، هتعلم فيها الاناشيد الدينيه، الاناشيد الدينيه اللي هي تحتفل بحابو اللي هو اله النيل، بامون رع، بكذا بكذا بكذا. وبالتالي احنا عارفين ان احنا ليه، وهيحفظها طبعا، لازم يحفظها ويسمعها. يبقى عارفين قضيه الحفظ والتسميع اللي من قديم الازل دي من ايام الفراعنه، انه لازم هيحفظ الدين ازاي والحاجه الدينيه ازاي والحاجات ازاي اللي عن طريق الحفظ والتسميع والحاجات دي كلها. ماشي؟ ادي ايه؟ ادي ده الكتاب.
بعد الكتاب، بعد الكتاب هيجي برضو في مدارس. كان في مدارس موجودة في بعض مقاطعات الولايات، والمدارس دي كان بيضحك بيها، كان بيلحق بهذه المدارس بعض الأثرياء شوية، أو بعض الناس اللي إيه اللي يعني يعني قادرين، بعض الكهنة، بعض رجال الجيش، بعض كده. وفي بعد كده تعليم أعلى من كده اللي هو موجود في المعابد، والمعابد دي تعتبر زي جامعات، زي جامعة أون وجامعة كذا وجامعة معابد. والجامعة دي يبقى فيها كذا حاجة مع بعض. الجامعة الحقيقية هتلاقي فيها ورش جواها عشان يعملوا التماثيل، هتلاقي فيها تحنيط، هتلاقي فيها تعليم كذا، هتلاقي فيها دائرة معارف، هتلاقي فيها مكتبة ضخمة فيها البرديات موجودة والحاجات دي كلها موجودة، موجودة فيها الحاجات دي ومتصنفة تصنيف عندهم على فكرة. والحاجات دي كلها ادي بالنسبة لي ادي الأماكن اللي بيتعلموا فيها، طبعا بالإضافة إلى إدارات الجيش. إن كانت مصر من دول زي البابليين كده القدامى، دولة عندها جيش مركزي، كان لها جيش مش زي الجماعة اللي هم يعني الأقوام الأخرى جمع من على الشوارع أو جمع من القبائل، لا لا، ده عندهم جيش ثابت، جيش ثابت ودي قادة ودي كذا، فكان بيتعلموا بياخدوهم يعلمهم برضه هيعلموا بالإضافة إلى اللغة والديانة والحاجات دي، بعض الحاجات المرتبطة بالفلك عشان بيمشي بالليل إزاي، التوبوغرافيا العسكرية، التمارين الرياضية، مش عارف كذا، الحساب. أنا هطلع حملة، هطلع حملة على الشام، يبقى معايا 20 جندي، هاكل قد ايه واشرب قد ايه واحافظ قد ايه واعمل قد ايه وارجع في قد ايه، ماشي الحاجات دي كلها. يبقى احنا عرفنا، يبقى احنا ممكن احنا من غير حتى لو رحنا المتحف المصري وقعدنا لفينا فيه كلنا مع بعض كده 3-4 واحد يعمل لي تقرير، عملتها مع طلبه وخليت طلبه بره الدوله الخليجيه كتبوا لي عنها، هم ما حضروش المتحف المصري، قال احنا حضرناه مثلا من عطير الكتب، وقال لك وكتبوا لي مفهوم التربيه يعني ايه ووظيفتها يعني ايه ومراحلها يعني كلها من ساعه ما شافوا الحاجات اللي جوه المتحف وعملوا كذا. وده يعتبر نوع من النشاط، هو ده النشاط. وزي طريقه ثانيه عملت لي ايه مسرحه اللي ايه مسكت الفصل الاولاني، بنت من عيله الزواوي هناك سعوديه، عملت لي ايه مسرحت لي الفصل الاول بتاع الكتاب اللي كنت بدرسه لهم تاريخ التربيه من التعليم قصدي المصر الفرعونيه، عملت لهم مسرحيه بصوت مسرحيه الفصل الاول والثاني والثالث. جميله جميله يعني التعامل مع التاريخ بيبقى اجمل لما تعامل معاه كحدوته كقصه ككذا، مش يعني الورقه محطوطه على حيطه وده ما احبش الحاجات ديت. فهنا بالنسبه لي المعابد والحاجات دي فاضلش حاجه تاني. وسط التربيه الكتاب هتلاقي في المدرسه في عندهم مدارس واحنا قلنا مدارس ملحقه بالاديره، وفي تعليم في اداره الجيش المختلفه. وبعدين هتلاقي طب بيتعلموا ازاي اساليب طرق التدريس ازاي، اللي هيتعلموا طبعا بالتلقين وهيتعلموا بالحفظ والتسميع، ما فيش مناقشه قوي، لان لما باجي اتكلم في الدين ما فيش مناقشه، انا بردد ان هو ايه حابه اله النيل وادعي له وكذا وكذا وكذا، ما فيش مناقشه. انا في ايه هشك في ايه اصلا، ما فيش اصلا ماشي، ما فيها ايه حفظ وتسميع، لكن في محاكاه، وانا بعمل بحملط وانا بعمل كذا وانا بعمل كذا، بعمل ايه بحاكي وبقلد. ده بالنسبه ل التسميع الحاجات دي كلها. يبقى ما فيش خالص في الفصل الا بعد اراء تربويه لبعض حكماء مصر القديمه. دايما احنا نقول حكماء ما نقولش فلاسفه. الفلسفه في الغرب والحكمه في الشرق. وفي كتاب مشهور قوي لزكي نجيب محمود، خدت بالك بنفس المعنى كده، حكم الشرق الفنان والحكيم، ان هو بيبص الحوادث كلها وفي كلمه واحده يقول كلمه واحده. اما الفلسفه دي عمل عقلي وهي مع الشك اولا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. ادي في بعض اراء تربوي لبعض حكام مصر القديمه المرتبطه بالتربيه الترويحيه او مرتبطه بحب العلم او مرتبطه بالعداله. او تقول خلص المحاضره ماشي دلوقتي يبقى احنا في المقابله المباشره الجايه ان شاء الله هنشرح تاني ونتكلم معاكم منها ماشي، عشان انا دخلت ايه على عنوان دكتوره تاني. اوكي ومتشكر جدا ليكم، والى اللقاء الخميس القادم الساعه 12 للساعه 2. شكرا.